واش الخوت، السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. سموحات لا طولت الغيبه شويه، هادشي ظروف وصافي. جيت اليوم وجبت لكم قصه ناضيه، كنتمنى تعجبكم. ما نطولش عليكم بزاف، ديو الكيت وخليكم معايا. القصه ديالي بدات ملي كانت عندي 5 سنين. سميتي اسامه، تزاديت في واحد الحي شعبي، الوالد سميتو محمد، خدام نجار. عاش دار الوالدين ديالو هو وثلاثة ديال خوتو، جوج ولاد وبنت وحدة. ملي كبر الوالد هو وخوتو توفاو الوالدين ديالهم، شدو داك الدار قسموها، كانت على طوازيام ايطاج. الوالد خدا البوميير وخوه الدوزيام والخو لاخور طوازيام، وختو حيت تزوجات خدات السفلية وكالتها. كل واحد في خوتو تزوج وسكن في الدار ديالو، ومنهم الوالد. الوالد من بعد مدة ديال الزواج ولدت ليه الوالدة بنية. دوزات مسكينة غاشي شهر وما كتبش لي الله تعيش في هاد الحياة. دازت الوقت ولد ولد آخر، حتى هو نفس المشكل، دوز مدة قليلة وبدون سبب كيتوفى حتى هو. من بعد 3 سنين بقاو بلا ولاد، زاد عندهم الولد الثالث اللي هو أنا، سموني أسامة. فاش تزاديت كان الوالد مسكين خايف عليا، كان خايف لنودع بحالي بحال خوتي. كان كيصلي بالليل وبالنهار باش ما يوقع لي والو. الحمد لله قدرت نطول شويه، ولاو كيتعاملوا معايا بحال شي امير. خرجت لهاد الدنيا ولقيت احن الوالدين على وجه الكره الارضيه، اللي حليت عليها فمي كيحضروا عليا. ما حدي غادي كنكبر وكنعرف بزاف ديال الحوايج. البلاصة اللي تزاديت فيها كانت زوينة بزاف، بحكم أن الدار كاملة كانوا فيها غير العائلة، جوج ديال عمامي الفوق، قمة السعادة. الدار كاملة كنت كنحسبها ديالي، كنت كنتسالى فيها كيف ما بغيت. عمامي بجوج الله يعمرها دار، أما عيالاتهم ما نعاودش ليكم. كانوا كيتعاملوا معايا بحال ولوم. مرات عمي اللي في طوازيام ايطاج كانت ولدات جوج ديال الولاد، ولد وبنت، وعاد زيد حاملة بالولد الثالث. مرات عمي مسكينة اللي في دوزيام ايطاج هي الوحيدة اللي عندها مشكل ما كتولدش. كانت مسكينة كتعامل معنا بحال ولادة، لا انا لا ولاد عمي الخوين، مهلية فينا وكنا عايشين في السعادة، ما كاين لا حسد لا غيرة لا والو. وهاد مرات عمي اللي في دوزيام هي اعز وحدة كانت عندي، كانت سميتها خديجة، عزيزة عليا بزاف حيت كانت حنينة. مرات عمي اللي الفوق واخا عماني ما شتمنى شي عيب، ولكن كنت كنحس بواحد شوية ديال الغيرة من جهتنا، حيت كان الوالد ديالي خدام مزيان في النجارة ديالو، أما راجلها كان مكحت شوية، كيخرج يقلب على راسو، مرة يجيب مرة ما يجيبش. وخا كنت باقي صغير، كنت كنشوف الغيرة في عينيها. كان ولاد عمي اللي ساكنين في طوازيام كيقراو في التالت، وأنا يلا دخلت للتحضيري. المهم وخا هكاك كانت الحياة زوينة بزاف، خصوصا في العيد الكبير، كاملين كنطلعو ندبحو في السطح، كيدوز واحد الجو عائلي زوين بزاف. كلشي كان غادي زوين، كنا عايشين في واحد الجو اللي كيف قلت لكم زوين بزاف، حتى لواحد النهار المشؤوم تبدل كلشي في لحظه وحده. كنا واحد النهار معيدين مجموعين، ضاحكين ناشطين انا ولاد عمي وعمامي كاملين مجموعين وكيضحكوا بعضياتهم. كلشي كان هذاك، واحد الباهوش من ولد عمي اللي الفوق باسل بزاف مصوفج وما مربيش. قلت ليه مرات عمي اللي ساكنه في الدوزيام عافاك ولدي ما طلي يدك سطلي معاك، ويقول لها دوزي هزي راسك. قلت ليه حشومه عليك، هاني بحال ماماك. الباهوش قمع مات عمو واحد القمعه خايبه، قال انا كنتسخر على امي صافي، انتي ماشي امي. مات عمي وخا كانت ما كبيره بقى فيها الحال. صراحه بداك اللحظه بقات فيا بزاف، وخا كنت باقي صغير كنت كنعرف كلشي. نط كنجري وما عطيت ليها السطل، خداته من عندي مسكينه وكانت حاضره راسها والدموع في عينيها. مبقاش فيه الحال على الهضره اللي قال الباهوش، ولكن بقى فيه الحال على امو اللي كانت كتشوف فيه وكتضحك ومفتخره بولده. اول عيد غادي يدوز عندنا خايب بزاف. مرات عمي اللي في الوسط عيدات معانا، ولكن ماشي كيف مولفه، كانت ديما كتضحك وناشطه، الا هاد المره هادي كانت كتهضر معانا ولكن الحزن في عينيها. الباهوش ما احترمهاش، والام ديالو المشكله فرحانه بيه ما قالت ليه والو. ملي سالو من التبيحه وسالو داكشي كامل،
وبداو في الشواء. كانت باينه ما تعمي كاعي وما باغي تهضر مع حتى شي واحد. نقزات مو داك الباهوش وقالت لها أتي مالك، مالك عاقد علينا داك الغباشه؟ صافي راه باقي صغير وما عارف والو، كون كان عندك الولاد كون حسيتي بيا. راه ما عندي ما ندير ليه. الميكروبا بغات تقادا زادت عواتها. مرات عمي مسكينه غا سمعت هاد الهضره هادي، كانت كتقول كون غا بقيت مع الباهوش ولا هاد المصيبه الكبيره. دغيا طاو الدموع من عينيها ونزلات للدار ديالها وما بقاتش طلعت. هبطات عندها الوالده شحال دوات معها ولكن والو ما بغاتش تطلع. من داك النهار كتقطع العلاقه ما بين مرات عمي اللي في الدوزيام واللي في الطوازيام. الوالده كان خاصها تدير لهم الخاطر بجوج، مرات تمشي للدوزيام مرات للطوازيام. الا مشات عند وحده وما مشاتش عند الاخرى، الاخرى كتقلق. كنا عايشين بخير بسبب داك الباهوش كلشي تشتت. كان داك العام اللي عيدنا فيه هو اخر عام غادي نعيدو فيه مجموعين. مرات عمي اللي ساكنه في الوسط ولات مسكينه كل عيد كتهز الحولي ديالها وكتمشي تعيط مع داهم، حتى كدوز 4 أيام ديال العيد عاد كترجع. الوقت غادا وكدوز وحنا غاديين وكنكبروا. ملي دات 12 عام وليت كنعرف مزيان، كنت كنصحاب بلي العلاقه صافي، شي ما كيهضر مع شي ولكن القضيه بهذا، ولكن هي كانت على العافيه من التحت وما كانوش كيبينوا لينا. حتى لواحد النهار كنت داخل من المدرسه وسمعت لاكيرنا يد عندنا في الدار. لقيت مرات عمي اللي الفوق هابطه عند الوسطانيه وكتحيح عليها وكتهمها بلي كتسحل عليها الولاده. بقاو كيتعيو شحال. الوالده ديالي مسكينه كانت امراه حقانيه، مشات عند الفوقانيه وقالت لها علاش اتهمتيها بالسحور؟ واش شفتي عليها شي حاجه؟ الا شفتيها قولي انا نشهد معاك. قالت لها لا ما شفت والو، ولكن انا حاسه بها، هات العكس اللي شاد ولادي ما جاش غير هكاك، وهي اللي ما كتحملناش. قالت لها الوالده ولكن ما يمكنش، ماشي اي حاجه وقعت غادي يلصقوها في بنادم، خاصك شي دليل على هادشي اللي كتقولي فيه. ما عجباش الحال مرات عمي الفوقانيه وقالت الوالده حتى انت كتجي منا، عطيني بتي ساعه وحتى انت ما تبقايش تهضريني كاع. الوالده ما فهمت والو، خرجت من عندها هبطات وهي مصدومه. انا كنت عارفه هي كتغير منها. كيف قلت لكم الوالد خدام والحمد لله كيجيب رزق ديالو، واي حاجه حلات عليها فما الوالده كيحضرها ليها، لا هي لا انا. العكس ديالها هي، راجل كان رزق ديالو قليل وكان يالله كيجيب باش يعيشو. المهم داك النهار ناض واحد الصداع اللي خايب بزاف، حيت الوالده حتى هي معجباش الحال. ملي جا الوالد عاودت لي كلشي. تلاقى الوالد مع عمي اللي ساكن في الدوزيام ودعو على هاد الموضوع هذا بلي داك السيدة راه زادت فيه بزاف. مع الوقيته ديال الغدا طلع الوالد وعمي عند خوهم اللي في الطوازيام ايطاج، سلموا عليه ودخلوا جلسوا وبقاو كيهضروا معاه شحال. قالوا ليه دوي مع ماتك راه زادت فيه بزاف. عمي اللي في الطوازيام تقول داير ليه الجام، ما كانش كيهضر كاع، بقى غير حاضر راسو كيشوف فيهم و تيقول ليهم مرة مرة يكون خير. مرتهم اللي عرفاتهم لاش جايين خرجات لعندهم، ما خلات فيهم غير اللي نسات، شبعات فيهم سبان وجرات عليهم من الدار. وعمي مسكين جالس حاضر راسو ما قادر يقول والو. من داك النهار ولات واحد العداوة خايبة في داك العائلة بسبب داك مرت عمي اللي في الطوازيام اللي كان شر منها ما كاين. من داك الوقت تقطعات العلاقة وما بقاش شي كيهضر مع شي. كانوا جوج ديال ولاد عمي، واحد كبر مني بعامين واحد 3 سنين، وصلوا هما الباك وما داروا فيه والو، حتى شي واحد فيهم ما نجح. عاد كان عنده ولد اخر اللي صغر مني بعامين. انا الحمد لله كنت كنقرا مزيان وديما المعدلات طالعين. ملي وصلت للباك جبتو 15.5. حتى شي واحد ما تيق في العائله. مرات عمي اللي في الوسط فرحات ليا كثر ما فرحات لي الوالده. كيف قلت لكم داك السيده حنينه بزاف والله يعمها هذا. جا عندي واحد في ولاد عمي اللي الفوق وقال لي شحال جبتي؟ قلت لي 15.5 على النيه ديالي. بقى كيشوف فيا وما قال لي لا مبروك لا والو، طلع ديريكت لدارهم. مو مع سمعتني جبت 15، السيده مشات جهل. حنا كنسمعوا الغوات ديالها من التحت، كانت كتغوت على ولادها وكتسب فيهم. علاش ولد فلان يجيب احسن منكم؟ هادشي كامل حقد وحسد، حتى كلمه ديال مبروك ما سمعتها من عندها، لا هي لا عمي. عمي مسكين اللي ما بقى كيهضر مع حتى شي واحد فينا، كيبان لك بحال شي مومياء غادي طالع نازل، كيمشي للخدمه يجيب داكشي اللي قسم الله ويرجع. كنا كاملين عاضينو، عارفين ماتو جلاخه ما كانوش كيديو عليه.
بيني وبينكم شحال من خطرات لقيت مع مات عمي في الدوش، كنت كنحشم وكنبغي نسلم عليها حيت هادشي باش رباني الوالد، ولكن حقدت عليها من واحد النهار ملي ماطيت ليها حنكي وخلاتني بلاكا. من تماك ما بقيتش كنسلم عليها حتى انا. دازت تقريبا شي شهرين مورا ما شديت الباك، ولاد مات عمي كانوا غير جالسين لا سونطا ولا قرايه لا خدمه، ما كيدير والو. واحد فيهم حياته كامله مدوزه غير في واحد قهوه الشيشه، حتى من بعد سمعت بلي خدم فيها كاع. واحد نهار كامل كيبقى يدور في الزناقي، ومن بعد كيرجع للدار ما كاين لا مراقبه لا والو. حسينا بمات عمي ولات باغا تصالح، ولات كتشوفني كتسلم عليا وقالت لي مبروك الباك ولي. الله يسهل عليك، شنو غادي دير دابا من بعد؟ كنت كنهضر معاها على نيتي، نيتي صافيه. قال والله ما عرفت واش غادي نكمل لافاك ولا غادي ندخل لواحد المدرسه، قال لي الوالد غادي نقيدك فيها. قالت لي اش من مدرسة هادي؟ قلت لها السمية ديال المدرسة، وقالت لي هاد المدرسة هادي بالفلوس. قلت لها اه، قلت لها غادي يخلص عليه الوالد في العام شي 4 مليون وقيلة. حدا سمعات بحال هكا كيبان لي اللون ديال وجهها تبدل. قالت لي ايوا مبروك، قا ولدي قا، قا باش تخدم شي خدمة زوينة وتعوض والديك واخا غير شوية. قلت لها شكرا بزاف مات عمي. بقات كتقرب منا شوية بشوية حتى تصالحات مع الوالدة. الوالدة قلبها بيض دغيا كتنسى وكتسمح، تصالحات معاه وحاولت ترجع العلاقة كيف كانت في الأول. وبالفعل طلبات من الوالدة السماحة ورجعت العلاقة كيف كانت في الأول. الوالدة ولا الهدف ديالها الثاني هو تصالحها مع مات عمي اللي في الوسط. الوالدة جبدات معاه الموضوع وقالت علاش ما تصالحيش انتي وفلانة، اه بنتي دخلت سقاصة، اه ندمت على داكشي كامل اللي دات. مات عمي اللي الوسط قالت لها شوفي اختي، انتي هاك عزيزة عليا كتر من اختي اللي ولدتها لأمي، وكنتي خوك بزاف. هذيك السيدة عماني باقي ندوي معاها مازال. انتي تصالحتي معاها الله يسهل عليك، ولكن انا ننصحك بحاجة وحدة، غير حضي منا وعمرك تثقي فيها وتخليها في دارك بوحدة. الوالدة مسكينة غنية وهبيلة، قلت لها تاش هتهضر كتقولي؟ قلت لها صافين عليه الشيطان، متبقاوش تكبروا الموضوع بزاف. مات عمي قصحة تهضر مع الوالدة وقالت لها شكرا بزاف حيت بغيتي تصالحينا، ولكن انا ما بغيتش، بغيتي تطلعي عندي انتي مرحبا بيك في اي وقت، عمرك تجيبها لي معاك الله يجازيك بخير. قالت الوالدة صافي على خاطرك اللي بغيتي. الوالدة خرجت من عندها وهي كاعية، معجباش الحال التصرف اللي دات. بقات كتسائل مع راسها علاش هاد الحقد كامل، علاش ما مداوش صفحة جديدة. من بعد ما غيفوت الفوت الوالدة عاد غدا تعرف علاش مات عمي اللي الوسط ما بغاتش تتصالح معاها. كانت الوالدة مرة كتطلع عند مات عمي اللي الوسط وكتبقى تهضر معاها شحال، كانت ديما كتشكى ليها وكتقول لها راني كنلقى شي حاجه مشوشه قدام الباب. الوالده كتقول لها تقول لي عدو بالله من الشيطان الرجيم، هذاك غير الوسواس، تيشكون لي غادي يرش ليك شي حاجه. واخا تشوفها بحال هكاك ما توصلش بها للدرجه حتى للسحور كاع، مالك اختي شنو بيناتكم؟ كتقول لها مات عمي شوفي اختي، هادشي اللي كنقول لك راني ما كنجيبوش من راسي. جبدات التليفون وراتها شي تصاور صوراتهم قدام العتبه ديال الباب، كانت شي حاجه بحال الدم مشوشه قدام العتبه. واحد النهار اخر لقات داكشي مشوش بحال الملحه. الوالده مسكينه غير هبيله، قالت لها تيش من سحور هادشي، راك عارف الدراري الصغار طالعين نازلين، كون شي واحد له شي حاجه تماك. خوي راسك من هادشي هذا وما تبقايش تفكري بحال هكا. مات عمي طلع لها الدم وقالت لها صافي صافي نساي، يمكن عندك الصح. المهم مات عمي ما بقاتش كتحيد من عندنا، وكل شي لاحظ كيفاش تبدلت 90 درجة، ولات كتعامل معنا زوين بواحد الطريقة مبالغ فيها. مرات عمي اللي في الدوزيام حدا شافتها كتعمر معنا بزاف مبقاتش كتهبط عندنا كاع، كانت خايفة منا بزاف ولا حاسة بشي حاجة، وانا كنت شاك فيها 100% شافت شي حاجة ومبغاتش تقول لينا اولا خافت منها. مهم من بعد تقريبا شي 3 شهور وهي معانا في الدار، السيدة ولات واحدة اخرى، هزيتي ما وحطيتي ما. واحد النهار قالت لنا بلا ما تصوبوا الغدا كسكسو على حسابي. فعلا صوبات واحد قصايد ديال كسكسو كبيره، الوالد ما كيجيش يتغدى معانا خلينا ليه في طبسيل، والسقات طبسيل اخر قالت لنا ديوه لمات عمي اللي في الدوزيام. الوالده فرحات بزاف، هزات داك الطبسيل وطلعته لمات عمي قالت له واخا شكرا. يلا هبطت الوالده تفكرت شي حاجه، رجعت لعندها لقاتها كتلوح في طاوله الزبل، قالت له حرام عليك نعمه الله هذيك. ديك الساعة فاش ما بغيتيش تاكليها قوليها ليا نصدقوا على شي واحد اللي محتاج، كاين ناس مساكن اللي ما كاش الطبسيل هذا. قالت لها مات عمي
شوفي انا عارفه شنو كندير، ومن بعد غادي توصلي على هضرتي كامله. انت هادشي اللي شتي دابا خليه بيناتنا. الوالده كتقول هادي كتزيد فيه بزاف، ماشي حتى لداك الدرجه. المهم داك النهار ترديني بكسكسو، صراحه جابنين واخا عارفيني ما عنديش مع الماكله ديالها. داك النهار الوالد كيف قلت لكم خلات لي الحق ديالو. وصل الوالد في العشيه اللي كان فيه الموت ديال الجوع، مع دخل غسل يدي مسكين وقال الوالده شنو درتي للغدا، حط لي راني كنتقطع. قالت لي انا ما درت والو، ما تخوك لي دات كسكسو، واحد كسكسو على من زيناتو تاكل عليه صبعان يديك. قالت لي انا غنوض نسخن لك حقك دابا. الوالده ناضت كتسخن ليه، وناضت مات عمي في البلاصه، قالت لي نخليكم على راحتكم حتى نتشوفوا من بعد. طلعت لدارها، ما كملاش 5 دقائق هبطات مات عمي اللي في الدوزيام، بقات كتهضر مع الوالده في الكوزينه وكتقول لها غادا تعطيها كسكسو. قلت لها اه علاش؟ قلت لها غا سولتك واش ما خايفاش على راجلك؟ نصيحه مني بلا ما تعطيها كسكسو هذا، طيبي لي شي كفيته ولا شي حاجه بالزبده. الوالده ما تسوقاتش الهضره ديالها وقالت مع راسها هادي كتزيد فيه بزاف. بقات مات عمي كتشوف فيها بحال خازنه شي حاجه عندها الداخل. سخنات الوالده وحطات ليه يلاه بغى ياكل. جات عنده قالت ليه شوف اخويا من الاحسن بلا ما تاكل هاد العجب هذا لا توقع لك شي مصيبه. قال لها شنو؟ يلا بغات تقولي شي حاجه مهمه بزاف. هو يتدفع الباب، مات عمي اللي في الطوازيام 100% كانت كتصنط من ورا الباب. دخلت عندنا للدار وكانت شاعله، ما شافت مات عمي قالت ليها الله يلقى لك المخ الويضه، شنو بغيت ندير ليهم؟ هادو كنعتبرهم بحال عائلتي. بقى الكراط خلوديني مع هاد الناس حتى هما، بدات كتبكي وكطيح فيهم بحال الحجره. بقات مات عمي اللي في الدوزيام مصدومه وما عرفاتش باش تجاوب. من بعد قربت حدا وقالت ليها ياك كتقولي في شي حاجه، جرات لعند الطبسيل وبدات كتاكل فيه، ومن بعد بدات كتبكي وكتقول لها حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيك الحق. خدات داك الطبسيل ولاحتو في طارو الزبل، ومن بعد طلعت لدارها والدموع في عينيها. الوالده دارت فمات عمي اللي الوسط وقالت لها ديما كتكبري الموضوع، هو ما فيه والو، شتي اكلات منه قدامك. الوالد طلع ليه الدم بقى بلا غدا، خرج كاعي مشى ياكل في الزنقه. مات عمي مسكينه ديال الوسط بقات مصدومه وبحال ندمات حتى قالت لهم شي حاجه كاع. يلا بغات تقول الوالده شي حاجه مهمه، دارت فيها الوالده وقمعاتها حتى بدات كتبكي وطلعت في حاله. ومن داك النهار سالت العلاقه ديال مات عمي ديال الوسط مع الوالده، ما بقات كدوي مع حتى شي واحد، واخا هكاك كانت عزيزه عليا ما عرفتش علاش. لقيت اللي الوالده قطعت العلاقه مع مات عمي اللي الوسطى، مات عمي اللي في الطوازيام استغلات هادشي ولات كتعمر مع الوالده بزاف وكتعامل معاها ببط المزيان، اي حاجه خصها كتقضي عليها. من بعد تقريبا شي 15 يوم عرفت عمي كيقلب على اللكا، بغى يتحول. ملي عرفت مات عمي اللي الفوق باغي يتحول ناضت فيها العافيه عاوتاني، دات لينا وينه في داك الدار. ملي الوالده دوات معاه وقالت لها انت ماشي شغلك خليه يدير اللي بغا، تزيرات بزاف وقالت لها لا انا ماشي شغلي فيه، ماشي سوقي، انا ما بغيتوش يدخل علينا البراني للدار. حنا دابا عايشين مساحين كنهبطو غير البيجامات ديالنا، حتى يولي ساكن علينا واحد ما كنعرفوش، تولي فين ما تبغي تخرجي خاصك دير الزيف ديالك. المهم مات عمي حيحات عليه وقالت ليه الا بغيتي تمشي سير من دابا، ولكن حاجه وحده بلا ما تحلم تكري هاد الدار البراني. عمي بقى كيشوف فيها وما فاهم والو، قال له واش شتي تسطيتي ولا شنو؟ قال له هاديك هضاري ودير فيها اللي بغيت. ودارت المشاكل عاوتاني بين عمامي بزوج. من بعد شي شهر تقريبا بان لي واحد الكامي واقف قدام الباب. ملي مشيت كنلقى مات عمي داتها، بدات كتجمع فرحيل ديالها وتحولات. ملي سالت رحيل ديالها كامل جات عندي وعنقاتني وقالت لي تهلا فراسك، انا غادا نوصيك ونزيد نوصيك، رد البال راسك ولداركم، هاديك السيدة الشهر ديالها بيعلم بيها الله. واحد النهار غادي نتوصلوا كلامي وتقولوا داك السيدة عندها الحق، كنتمنى من الله حاجة وحدة غير ما يكونش فات الفوج. المهم هما تحولوا وعمي داكشي اللي بغات مرتو داو، حلف على خوه ميكي، وصلوا لدرجة حتى بغاو يضربوا فواحد القهوة. صراحة مات عمي مشات وخلات بلاصتها، بقينا حنا بوحدنا في داك الدار. المهم دازت الوقت
وانا بديت في المدرسة اللي دخلني ليها الوالد، تقريبا طلعت علينا بخمسة مليون في العام. الوالد مسكين كان كيخدم بالليل وبالنهار باش نقراو نخدم في شي خدمة اللي زوينة. ولاد عمي الله يستنى حتى واحد ما خرج فيهم كيحمر وجهه، واحد خدام في قهوة ديال الشيشة، واحد ما كيدير والو، كينوض مع داك 12 كيفطر وكيخرج للزنقة، من بعد كيرجع يتغدى وكيعاود يخرج عاوتاني. هذه هي حياته، حتى السخرة ما كيبغيش يتسخى لامو. اما الدري الصغير كاع حتى هو وصل الباك وسقط فيه، وداز السونطا ديال الفندقة غير حيت عندو شي صحابو كيديرو حتى هما وكاملين تبلاو. ولاد عمي بثلاثة ما كان كيحملني فيهم حتى شي واحد، حيت بسببي انا كانوا كيتعياو كل نهار. عماني ما ننسى النهار اللي قالت ليهم شوفوا ولد المعاق كيفاش كيقرا، باش حسن منكم داك السيد باش. كتقول على الوالد معاق حيت الوالد كيف قلت لكم خدام في النجارة. واحد النهار كان خدام وسها وطيع واحد الصبع، من هنا تعرفوا النية ديال مات عمي كيفاش دايره. ديما كنت كنشوف عليها بزاف ديال الحوايج ولكن ما كنبغي نقول والو، ما كنبغيش نعوض الفتنة في الدار، وهذا هو اكبر غلط اللي دارت في حياتي. كنت حاس بمات عمي، ماشي حاس، متأكد 100% ان داك السيدة ما كتحملنيش، ولكن الغايب في الامر علاش ما كتحيدش من عندنا من الدار. السيدة ولات مخلطة علينا مع الدم، شحال من مرة كتقول للوالدة طلعي راه راجلك جا، عاد كتعيق والدار كماتة. واحد النهار دخلت وانا نحصلها كتصنط على الوالدة والوالد في بيت نعاس، شافتني ولات صفرا، هزات واحد الفوطة في الارض ودات راسها كتسوس واحد اللعيبة كانت باينة. خليت حتى مشات مرات عمي ومشيت عند الوالدة، دابا اش كنتي كدوي انتي والوالد؟ داك الميكروبا كانت كتصنط عليكم. الوالدة حديك ليها بحال هكا ما حملاتهاش، بغيت ليا اصلا طلعت ليا في راسي، ما بقيتش واخدة راحتي في الدار. السيدة ما كتطلعش كاع، والواعف هادشي كامل راجلها ما كيقول ليها والو. الوالدة طلعت ليها في راسها حيت السيدة عيقات بزاف ولات باغا تقلب عليها، خصوصا ملي ولات كتسولها على الخدمة ديال الوالد شحال كيدخل وعلاش مخلص على ولدو داكشي كامل بزاف، تا مالو شنو غادي يقرا عليه كاع، هادوك الفلوس عرفتو شنو ديرو بيهم. السيدة من الاخر جاها واحد السم اللي ما يمكنش، فين ما تشوف الوالدة علاش غادي تخلصوا على ولدكم داك الثمن كامل؟ حتى الوالدة طلع لها الدم، ولات فين ما كتهبط عندها كتقول لها غادا نمشي نقضي شي غرض، باش خطنا في الله تفهم راسها وتطلع لدارها. والو ما تعمي كانت فاهمة هاد البلان هذا وكدير راسها ما كتفهمش، كتبقى عاصرة لها تماك. واحد النهار قالت لها صافي غسيري انا غادي نبقى لك انا في الدار نجمع لك الدار بين ما جيتي، وفعلا خرجت الوالدة وخلاتها بوحدها في الدار. هي الصراحة كانت كتعاون الوالدة في كل شيء، كتشقى معاها كدير لها اللي بغات، حتى شي واحد ما كان عارف علاش كدير معنا هادشي. المهم داس الوقت، واحد النهار دخل الوالد للدار هو غادي يطير بالفرحة، كانت باينة ليه في العينين ديالو. بغا يدوي مع الوالدة لقى مات عمي مصمرة كيف العادة، قالت ليه الوالدة ياك لاباس فرحنا معاك. بقى الوالد غا كيضحك وقال لها تبعيني تبعيني دابا البيت نعاس. هما ناضو وانا بقيت جالس مع مات عمي. مات عمي اللي كانت ساعة ساعة كتشوف بيت نعاس وما كرهاتش تنوض تسنط عليهم، كانت شعلة فيها العافية كتحرك غاب وحدها. واحد شوية بلا ما تشعر قالت ليا وكيفاش انت ما عارف والو؟ بقيت كنشوف فيها وقلت لها شنو غادي يكون عارف، راك شتي يلا دخل، باقي ما قالت شي واحد شي حاجة. بقات السيدة جالسة وشعلة فيها العافية وكتحرك غاب وحدها. من بعد تقريبا شي ثلث ساعة خرج الوالد والوالدة معانقين من بيت النعاس وكانوا كيضحكوا وناشطين. يا ربي تسهل عليك وتيسالك في هادشي ديالك، قال ليها امين انا غادي ندخل ندوش واش دير لي من ناكلها فيه الموت ديال الجوع. دخل الوالد للدوش، الوالدة باقية ما جلست في بلاصتها، سولتها مات عميك لاباس؟ الحمد لله شفتكم ضاحكين وفرحونا معكم حتى حنا. جلست الوالدة بلا فرانات وبدات كتعاود لها، قالت لها واحد الامية ديال الامارات بنا واحد القصر هنا عندنا في المدينة وخاصة النجار اللي غادي يخدموا ليه، مشاو تقريبا شي 30 نجار وعزلوا منهم غير ثلاثة اللي غادي يخدموا ليه ومنهم راجلي. الوالدة كتعود على نيتها وكتطير بالفرحة، اما مات عمي ساحات وما قالت والو، بقات ساكتة شحال وعينيها مفيكسين في واحد القنت. قالت لها الوالدة بسم الله عليك امالك؟ قفزات من بلاصتها وقالت لها ها؟ لا والو والو مبروك عليكم
الله يكمل كل شيء بخير وعلى خير. الوالدة الله يهديها ما كتسكتش، قوت الفرحة نسات راسها وبدات كتعاود ليها في التفاصيل. قالت لها صح الله غادي نعطيهم 100 مليون باش يوجد المحل والخدامة فين غادي يخدم، وكل خدمة غادي يحطها ليهم غادي نعطيو الفلوس حتى يكملوا لي 500 مليون. دعي معنا اختي، دعي معنا ربي يسهل علينا. شي اش غادي معاك الوالدة؟ السيدة بهاد ليها المثل الكابي، كانت حاسدة في الاول غير حيت راجلها خدام وكيدخل شي حاجة وهي راجلها لا. عاد زدتيها دابا 500 مليون. قالت لها مبروك اختي، مبروك عليكم. قالت انا دابا غادي نطلع، غادي يكون راجلي جا للدار. عرفت ان راجلها ضبوا عليها في داك الليلة، غادا تبرد فيه الغديد. مع خرجت ضات في الوالدة، واش ما كتعرفيش تسكتي الوالدة؟ في نفس الوقت ندم معايا الحال على الطريقة اللي دويت معاها. قلت لها سمحي لي بزاف على الطريقة اللي دويت معاك، ولكن الوالدة انت عارفة راجلها ما خدامش، راكي كتجيبي راسك غير العين. قالت لي الله اللي عالم، انا ما قصدت والو. وزيدون هي اللي بقات كتحكر وكتسول. الوالد ضافي وقال لها عنده الحق، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. طار عند الوالدة وقال لها هاد الهضرة ما بغيتي تبقى يسمعها حتى شي واحد. قالت لي كون هاني. وبدات كتحلم الوالدة هي والوالد، قالت شي طوموبيل ونتحولوا من هنايا. مهمت ليامات كنا عايشين في قمة السعادة. الوالد بدا كيوجد شي ورقة باش يسين معاهم العقد، سمح في كاع الخدامي اللي كان شادهم صغار، كاين اللي رجع ليه الفلوس ديالو، كاين اللي دا عند شي صاحب ويكمل ليه خدمته، ولا محكرة على هاد الخدمة الجديدة. واحد مرات عمي وعمي اللي كانوا ساكنين في الدوزيام قلبوا علينا قلبة وحدة، مبقاو جاو عندنا ومعرفناهمش حتى فين ساكنين. حتى ديك الدار ما كرهاش وسمح في كل شيء، بحال شي واحد كان باغي غير التيقار. اما مرات عمي اللي الفوق تا هي مبقات جات عندنا، والوالدة قالت حشومة السيدة مبقات جات من الصواب تسول عليها واش لاباس. طلعت الوالدة عندها، جلست معاها شي ساعة تقريبا، عمرت ليها اتاي وكلات شوية ديال الحلوى. من بعد ما طمنات عليها نزلات. دازت تقريبا شي ساعتين ملي هبطات الوالدة عندها، شدة واحد الصداع في راس وبدات كتغوت واحد الغوات اللي كيخلع بزاف. ما خليت ما دات ليها والو، قالت لي عيط على مرات عمك. طلعت لعندها وهبطات كتجري، قابلت الوالدة وتهلات فيها، والالم ديال الوالدة عاد ما زايد. قالت لها الوالدة يلا نديك للسبيطار دابا. قالت لي ما تعمل لا لا بلاش، انا غادي نعطيها شي عشوب وتولي بخير. دخلت الكوزينة وبقات كطبخ شي حوايج، من بعد عطاتها شرباتها. فعلا الوالدة تكرمات ونسات. من بعد دخل الوالد سلم علينا وبدا كيسول على الوالدة. قلت لي الوالدة عيانة ومريضة بزاف، عاودت لي كل شيء. بغا يدخل عندها قالت لي مات عمي غير خليها ناعسة دابا، يلا شربات واحد العشوب راه كيعرق مزيان، الا حليتو عليها الباب غادي يضرب البرد. قلت لي انا غادا نوجد ليك ما تاكل دابا. قال لا لا صافي بلاش، انا غادي ناكل برا. قلت لي والله حتى نوجد ليك، انا كاين هنايا وانت تاكل ماكله الزنقه. المهم دخلت الكوزينه جبدات واحد الدجاج من الثلاجه وطيبات ليهم، حطات لهم الماكله ومشات فيقات الوالده اللي ولات شويه. جا الوالد والوالده بداو كياكلو، هي جبدات التليفون ديالها ودوات مع شي واحد في ولاده. قالت لهم نخليكم دابا، غادي نطلع انا نطيب لوليداتي. قال لها الوالد هي وحشومه كلي معانا بعدا غير شي دغمه. حشمات وعاودت جلست في البلاصه. الوالده مسكينه كلات جوج ديال الدغمات وقالت لينا غير خليوني نرتاح، راني باقا حاسه براسي غادي تفرقع عليا. دخلت لبيتي وسدات عليها. انا كنت يلا قصيت واحد الطاكوس حيت ما عنديش مع الماكله ديالها، عيات معايا باش نوض ناكل واخا غير شويه. قلت لها لا شبعان. من بعد سمعت الدقان في الباب مشيت كنجري، ما حليت كنلقى الشميكيه ديال الولده طالع للدار مشمكه ديال بصح. قال لي الوالده كاينه؟ قلت لي اه. دخل وطلع عليها قال لي الوالده والله ما عرفت منين نشدك، هانتي ما كتحملي فيهم الشعره، هانتي مخشيه عندهم ومخلي راجلك بوحدو في الدار. تزيرات وبدات كتسب فيه. سير طلع للدار داك الموسخ، انا جايه دابا. هي كتهضر معاها هو كيشوف داك الدجاج. عيط عليه الوالد وقال ليها اجي تعشى معانا. قال لي شكرا بزاف عمي، وبدا كيحيد السباديله ديالو وجا بغا يدخل. ما تعمي جمعات الوقفه، قديش كدير؟ البس حوايجك وطلع في حالاتك. خرجات من الدار وطلعات وما بقاتش هبطات حتى هي. دات ولدها
ومشات. انا والواليد بقينا غا كنشوفو فهاد المنظر هذا، ما فهمنا والو. سال الواليد الماكله ديالو، جمعت الطبله وحطيت ليه شي ديسير. الواليد من بعد دخل ينعس، بقيت فايق ما بغاش يديني النعاس. كنت مبازط من جهه الوالده، كنت كل ساعه كنمشي نطلع عليها. صراحه تخلعت عليها بزاف، كانت ناعسه وعرقانه وما كانتش كتحرك كاع. كنت كنمشي نقرب ليها بشويه بشويه، ونقرب حدا فمها ونيفه ونشوف واش كتنفس. عاد كترجع فيا روح. مهم داك الليله دازت خايبه بزاف. اول مره نشوف الوالده في داك الحاله، بقيت فايق حتى اذن الفجر. ملي شفت الوالده ناضت للفجر فرحت وعادتني عيني. مع السبعة ونص تقريبا كنسمع الوالده كتغوت، مشيت كنجري عندها. قلت 100% جاه الصداع عاوتاني. كنلقى الوالد جالس في الناموسية والوالده واقفه حداه. الوالده ما بها والو الحمد لله. مالك الوالده؟ شنو بغيتي عندي طياتيها مني خلعه؟ قالت لي باك ما قادرش ينوض. قلت لي الوالد مالك؟ الوالد كان الدموع في عينيه. قال لي والله ما عرفت ولدي، قال لي والله ما قدرت نوض من بلاصتي. الوالد مسكين طاح عليه النص تحتاني، ما بقاش قادر يتحرك. داك الصباح مشيت نجهل، بقيت مضارب مع الوالد وكنحاول نقعد فيه ولكن ما قديتش. الوالد طويل وغليظ، صعيب باش تقدر تقعدو. خرجت كنجري وانا تالف، ما عارف فين غادي نمشي. لقيت واحد الراجل ولد الدب كيسخن في الطوموبيل ديالو باش يمشي لخدمتو. مشيت كنجري عندو وما شعرتش، بديت كنبكي بحال شي دري صغير. في الله يرحم ليك الوالدين، الوالد ديالي كيموت. مسكين ما عاوداش معايا، بلاصة الطوموبيل ديالو قدام الباب وطلعنا كنجريو في الدوج. تلاقيت مع عمي هابط في الدوج، قال لي مالك ياك لاباس؟ قلت لي با ما عرفت مالو، ما قادرش ينوض من بلاصتو. بقى كيشوف فيا وما دار حتى شي ردة الفعل. عيني كانوا حمرين وكان السيد بحال مستوه. هبط مع الدوج بحال ما قلت ليه والو. لقيت مات عمي واقفه حتى هي في الباب، سولتني شنو واقع. كنت كنبكي وما قادرش نهضر. قلت لها الوالي طاح عليه نصو. والله الخوت حتى شفتها ابتسمات في الاول، ومن بعد جمعت الضحكه وبدات كتمثل. الله يا ربي مالو شنو وقع ليه؟ دخلنا وتعاوننا كاملين وهبطنا للطوموبيل ديال السيد. مشيت انا والوالده وداك السيد، اما مرت عمي بقات في الدار. دينا للسبيطار وقلبوه مزيان، داو ليه البلاكه ما خلاو ما داو ليه. من بعد خرج عندنا الطبيب وقال لنا ما فهمت والو، السيد ما عنده حتى شي حاجه. بغيت نجهل في ديك الساعه، مشيت عند الطبيب وقلت ليه واش كتضحك علينا ولا كيفاش. الوالد كان صحه سلام حتى ولا ما قادرش ينوض، وانت كتقولي لنا ما عنده والو. قال لي حتى انا بحالي بحالك، والله ما فهمت شي حاجه. طلبت السيد من الطوموبيل وقلت لي عافاك بغيت ندير الوالد لشي كلينيك، راك عارف السبيطار ديال المخزن ما غيديروا معنا والو. قال لي مرحبا ما كاينش المشكل. هزينا ودينا في الطوموبيل ديال داك السيد لواحد الكلينيك، حتى هما فلاوه ديال بصح. من بعد خرج الطبيب كيحك في راسو وقال لينا عجيب، هاد السيد يمكن تعرض لشي صدمه، راه ما عنده والو، غير ديوه شي نهار ولا يومين كاع يقدر يوقف على رجليه. ضاع عندي وقال لي تبارك الله صحته بخير وما عنده والو. قال لي واش ما غتعطيني حتى دواء؟ ما كاين والو. قال لي ما غنعطيك والو، غنعطيك واحد لي كالمون صافي راه باش ينعس ويرتاح شويه. المهم رجعنا الوالد للدار، شكر داك السيد اللي خلى الخدمه ديالو على قبلنا. قال لي غادي نطلع معاك الوالد عاد نرجع لخدمتي. تميت مضارب انا وياه ومطلعينو في الدوج. ملي وصلت للباب ديال الدار بغيت نحل، كتحل ليا مات عمي اللي بقات جالسه في الدار عندنا، شنو كدير الله اعلم. ملي دخلنا للدار كانت واحدة ريحة خايبة بزاف في الدار. ملي سولنا قالت لينا هذا شي بخور، راه شي عين صابتكم. السيد مسكين اللي كان هاز معنا الوالد تجيف وبدا كيكحب وقال لينا سمحوا ليا انا غادي نمشي. جات هي شداته من عندو وحطيناه في بلاصتو. كانت واحدة ريحة اللي خايبة بزاف، بديت كنحل في الشراجم باش تخرج داك الريحة. ودرت عند مات عمي وقلت ليها الله يرحم ليك الوالدين، اخر مرة تشعلي لنا شي حاجة بحال هادشي هذا. هادشي راه خنقني، ما حملاتنيش وما بيناتش ليا. قالت لي انت راك ما عارف والو، نتوما صابتكم شي عين هي اللي دارت لكم هاد الحالة هادي. ما كملاش تقريبا نص ساعة، الوالدة جا واحد الوجع هاد المرة في الكرش ديالها، وجع اللي خايب بزاف. وليت كنقول مع راسي الله يا ربي الله، مال هاد العائلة ولات بحال هاكا. الوالدة مسكينة كانت كتقطع من الداخل،
قالت يا ولدي سير الفارماسيان دابا جيب لي شي دواء ديال الوجع. خرجت كنجري من الدار، دخلت الفارماسيان تقدي داك الدواء اللي بغات الوالدة، لقيت الوالدة مسرحة في قنت والوالد مسرح في قنت. الوالد كان فايق وغا كيخمم، اما الوالدة مسكينة كانت كتوجع. انا اللي كنت حاس بالوالد، الوالد كيشوف ماتو كتقطع حداها وما قادرش ينوض لعندها، الله يحسن العوان. اما الوالدة مسكينة شادة الوجع وما قادرش تقوم براجلة، وما تعمي هي اللي ولات كتحرك في الدار بحال هي مولاتها. من بعد تقريبا شي 3 ديال السوايع فاقت الوالدة ولقات مات عمي موجدة ليوم الغدا. شكرات الوالدة وناضت حطات الوالد يتغدى، وانا مات عمي جاب لي حقي حتى لعندي. ما بغيتش نرجع على فوجها، خديت من عند الطبسيل ولكن حطيته في واحد القنت، من بعد ضبات على واحد ميكا ولحتو فيه. كنفضل نموت بالجوع ولا ناكل ماكلته. من بعد دخلت عند الوالد جلست معاه شوية، كنسمعو كيهضر في التليفون و تيقول ليها غاصبر عليا ما غاديش نقدر نجي اليوم حتى الغدا ولا بعد غدا. السيد كان كيدوي معاه تيقول ليه انت كيفاش تجي الغدا ولا بعد غدا، هذه فرصه صاحبي. الوالد ما بغاش يقول ليه شنو وقع ليه، قال لي غير خرج ليا واحد البلان وما عنديش كيفاش ندير حتى نجي دابا. 100% كان كيدوي مع السيد اللي غادي يسيني مع الكونطا. كنت جالس في الصاله وكنت قطع من الداخل، ولكن ما بغيتش نبين لهم حتى انا كنت كندوي معاهم عادي. المدرسه ديالي ما مشيتش ليها، بقيت جالس واحد شويه صون التليفون ديال الوالد. عيطت شي واحد على الوالد اللي كان باغي شي خدمه ديالو، كان ديجا كامله وكيتسنى فيها غير امتى يجي يديها. قال لي الوالد غتسناني قدام المحل، انا غادي نصيفط لك ولدي دابا. عيط عليه الوالد وقال لي شوف غتمشي غتحل المحل غتلقى واحد السلعه تما كتعطيها لهاد السيد وغادي يعطيك هاد الفلوس هادو، اللي صافي يكون هاني الوالد. خرجت من الدار جيت المحل ديال الوالد، حليت لقيت السيد جايب هوندا وكيتسنى. شارج السلعة ديالو كاملة، عطاني الثمن اللي كانوا متفقين عليه. من بعد سديت المحل وتميت راجع فحالي. تلاقيت مع السيد اللي وصلنا بالطوموبيل للسبيطار، جا سلم عليا مسكين وقال لي امضى كيبقى الوالد. قلت له نكذب عليك باقي حالته هي هي، عاد زيد الوالده حتى هي جا شي وجع ما عرفت مالنا خويا، كنا عايشين بخير كلشي تقلب في لحظه. قال لي بغيت نقول لك شي هضره والله ما عرفت منين غادي نبدا. تيقول مرحبا. قال لي داك السيده اللي كانت في الدار شكون هي؟ قلت لي هذيك مات عمي. قال لي ردوا البال منها صاحبي. قال لي داك البخور اللي شميته والله ما بخور هادي، هذاك راه ديال الشعواده. قلت لي اش كتقول؟ قال لي والله العظيم. قال لي شوف اخويا ما شتيني ما شتك. رجعت للدار اول حاجه درت خدمت صوره ديال البقره في التلفازه. تخيلوا الخوت ما كاملاش 5 ديال الدقائق الوالد بدا كيغوت واحد الصوت اللي خلعني بزاف. طفي عليا داك الزبل، طفي داك التلفازه. تي الوالد ولاد بلا مصاريم القران هذا. خرج في عينيه وبدا كيدوي واحد الطريقه اللي خايبه بزاف حتى لدرجه تخلعته وطفيته. ملي طفيت عاد الوالد تكالما وتكا في بلاصتو. عاود خرجت من الدار وتلاقيت مع داك السيد. قلت له راني خدمت القران في الدار واشنو وقع؟ قال لي اسمع ياك شتي الطبيب قال لنا ها ما عنده والو، من الاحسن تشوف لباك شي راقي. 100% داك المسخوطه هي اللي غادا تكون قلبات لكم حياتكم. تي فين غادي نلقانا شي راقي؟ انا ما كنعرف حتى شي واحد. قال لي بغيت نوريك ولكن حتى انا ما كنعرف حتى واحد. قال لي شوف غتمشي تجي للجامع غتسول الامام هو غادي يوريك شي واحد. المهم بقيت معاهم في الدار حتى ادى المغرب وانا مشيت للجامع. صليت معاهم المغرب من بعد مشيت عند الامام، عاودت لي القصه ديالي كامله اللي حتى هو مسكين بقى كيتصنت ليا وعطاني الوقت ديالو. من بعد جبت التليفون ديالو وعيط لواحد السيد. داك السيد مسكين تا هو كيجي في الازهر بزاف، جا عندنا في البلاصه سمع القصه ديالي كامله وقال لي نمشي معاك ماشي مشكل. كان داك الساعه شي 7:30 ديال العشيه. وصلت انا وياه للدار، ما تعمي هي اللي حلت لينا الباب. تخيلوا الخوت ما تعمي ملي شافت داك الراقي الصراحه خلعتني بزاف، الوجه ديالها تبدل وتزنقات مع العلم انها ما عرفاش واش راقي ولا لا. حتى السيد ما كانش كيبان شي واحد اللي ملتزم زعما داير اللحيه والتقصير، لا لا كان كيبان السيد عادي، ولكن السيدة حتى شافتو تبدلات وبدات كتكرع بواحد الصوت اللي مرتفع بزاف لدرجة انا تخلعت. كنقول لها مالك؟ بقات كتشوف فيا وما قالت والو. من بعد دفعتنا بجوج وطلعت كتجري لدارهم. الراقي بقى كيشوف فيا وبدا كيبتسم، قال لي هادي راه شيطان ماشي بنادم. قال لي غا خليها. الراقي حدو شافها دارت داك ردة الفعل عارفة هي مولات الفعلة وهي اللي خرجت لينا على حياتنا. قال لي اجي بعدا ندخلو للدار.
دخلنا للدار، الوالد حتى هو بدا كيخنزر فيه. واليش كدير انت هنايا؟ خرج عليا من داري. قلت الوالد حشومه، السيد مسكين ضيع من وقته وجه لعندنا. داك الراقي شدني في يدي وقال لي راه خليه يهضر، انا عارف كل شيء. قال لي جيب لي شويه ديال الماء. جبت لي واحد القاعه ديال الماء ومشيت للصالون. بعد على الوالد ما بقاش كيشوف فيه وبدا كيقع على داك القاعه. من بعد تقريبا شي ربع ساعه كنسمع الباب كيتفرقع، شي واحد كيدق بالجهاله. مشيت كنجري وتنقول لهم اب شويه اب شويه صاحبي غادي يتفرقعوا. ملي حليت الباب كنلقى ولاد عمي بجوج جايين عينيهم حمرين باينه مقاقبين وهازين معاهم السيوفه. دفعوني ودخلوا للدار، بداو كيقلبوا على داك الفقيه وكانوا باغيين يقتلوه. تيما لكم فاش اداكم هاد السيد؟ المجرمه ديال المم كتبات عليهم وقالت لهم داك السيد تبسل عليا. الفقيه ملي شاف داك المكايب جايين لعندو صافي ولا باغي يمشي غير في حالاتو. دخلتهم لعند الوالد وسديت عليهم الباب وسلدت هو. قال لي بغيت نعاونك ولكن ما لقيت كيفاش ندير لك. الله يدير لك شي تاويل ديال الخير حتى يمشي هاد الناس وعيط عليا. من بعد حليت عليهم الباب لقيتهم كيسبوا الوالد في العروق ديالو، والوالد مسكين جالس ما قادر يقول والو وما كيهش فيهم حتى راس. هاد الوقيته ما بقيتش عقلت على راسي. دخلت للكوزينه وهزيت واحد جنوي وتميت قاصدهم، ضربت واحد فيهم للظهر. خوهم اللي شافو عامر بالدم دار عندي هو يضربني الكتف. الوالد من بعد ما كان حاد راسو ناض في البلاصه، ما عرفش كيفاش حتى وقف على رجليه. انا نسيت داك الجوج، وليت كنشوف غير الوالد ملي وقف على رجليه. فرحت بزاف. الوالدة مسكينة اللي كانت ناعسة ومريضة سمعت الغوات تما تجي كتجري. حتى مرات عمي ملي شافت الفقيه مشى نزلات لعندنا، وحتى هي شبعات فينا سبان. وليت كندوي معاهم وكنقول لهم عطيونا ابتساع خرجوا لنا من دارنا. والو معاه منتظر، ولادا كانوا مقاقبين وما عاقلينش على راسهم. الوالد تعصب بزاف ومشى حتى هو للكوزينة، ما لقى في يدي غير واحد المهاس. والوالد من النوع اللي عصبي بزاف، مش عارفش براسو شد داك المهاز وشي على ولد عمتي. ولد عمتي خوى على داك المهاز وجا الوالده في راس ديريكت. الوالده طاحت غارقه في الدمايات ديالها. هنا كلشي تفيكسه في البلاصه. الوالد جلس على كابيه وبقى شاد براسو ما عارف ما يدير. مرات عمي كتغوت حاجه وحده، صافي قتلتيها هادشي اللي بغيتي. تلاحيت على الوالده وشديت لها راسها اللي كان مفاقع. بقوه الدم الملامح ديال وجهها ما بقيتش كنشوفهم. فهاد الوقيتة هبات مرت عمي وولادها كاملين طلعوا الفوق، بقيت انا والوالد والوالدة مسكينة اللي غارقة في الدمايات. ما كنت عارف من ندير حيت عرفت ان الوالدة الدم والامانة امانته. كنت كنمس ليها القلب ديالها كان ساكت، والدات ديالها غادا وكتبعد. والوالد شاد فراسو كيبكي بحال شي دري صغير. مرت عمي اللي كنت كنصحابها طلعت للدار سبقاتنا الكوميسارية وجابت ليا البوليس. جاو البوليس وبداو كيدقوا باش نوض عندهم الكابي ديالي ما عنديش. دفعوا الباب لقاو محلول. ملي دخلوا لقاو الوالد جالس وشاد فراسو، وانا شاد في الوالده اللي غارقه دمايات. مع دخلو هما تبعات مرات عمي وكتغوت، هذا هو اللي قتلها. مشاو لعند الوالد وقالوا لي علاش ضربتيها. الوالد ما كانش قادر يجاوبهم، كان غير كيبكي وشاد فراسو. قرب واحد جات الوالده وعرفها ميته. من بعد الدرب كامل تجوق علينا، حتى انا باش نهضر ما بقيتش قادر نهضر، فمي رقد عليا. الوقيته اللي شفت البوليس داو المينوط الوالد انا تفاجات، وقلت لهم هذه هي السبب، لا هي لا الشمكاره ديال الولاده هما اللي هبطوا عندنا وتخاصمنا معاهم. الوالد كان باغي يضرب واحد فيهم من بعد ما ضربني موس في كتفي، ولكن دابا جات في الوالده. دار عند الشاف وقال لها فين هما ولادك؟ قالت لي ولادي اصلا ما كانوش هنايا. قالت لي هذا مسطي. بدات كنشوف فيها وقلت لها شنو؟ قالت لي اه. شاف ما ديش عليه، هذا مسكين راه كيشرب الدواء وهو اللي ضرب راسو. شاف داك اللحظه ما فهم والو، قال لنا ماشي مشكل حتى اللي هو غادي نشوف هادشي كامل. داو الوالد وداوني معاه حتى انا. داو معنا مرات عمي وجات الطوموبيل ديال الطب الشرعي هزات الوالده. من بعد ضغط لي تلقوني باش نمشي دفنت الوالده. عاونوني ولاد الدار مساكن ودوزت داك 3 ايام ديال العذاب بعيد على الوالد والوالده مسكينه دفنت تحت الطاب. الكوميسير خدم عندي نمره التليفون وقال لي غادي نبقى نويك على تواصل. نهار الثالث يلا طلعت للدار، جبت التليفون وعيطت عليه يلا بديت كنهضر معاه. هبطات عندي مرات عمي قالت لي باغي تصيفط لي ولادي الحبس، انا غادي نربيك. شويه كيبان لي ولاده بثلاثه هابطين تحاماو عليا، كتفوني هما يطلعوني للدار الفوق. خداو لي التليفون
وكتوني في واحد البيت وسدوا لي الفم ديالي. هادشي كامل قدام عمي اللي متحركش كاع وما قال والو. دوزوا علي العذاب ديال بصح. داز نهار الاول نهار الثاني ما شفت الوليد ما قدرت نوقف معاها ما دات حتى شي حاجه. الوليد عام الله مسكين شنو كيقول فاسو، ولكن انا العلم بيا غا الله. بنت الحامات عمي دوزت علي العذاب ديال بصح. جا داك الكوميسير كيسول عليا حلات لي مات عمي الباب، وقالت لي راه السيد جا بمع الحوايج ديالو في واحد الصاك ومشى ما عرفتو فين زاد. بقى كيشوف فيها وما فهم والو. من بعد مشى فحالو. بدات كدوز الوقت وانا مشدود عندهم في داك البيت. الماكله هي الاخر ما كنتش كناكلها، كانت كتروح لي غا الشياطه ديالهم. كاع داكشي اللي كان عندنا في الدار داتو مات عمي. شي فلوس كان حاطهم الوالد مشاو، الذهب ديال الوالده، حتى شي حاجه ما بقات. عاد زيد الشمكاره ديال ولادها، كل مره كيخرجوا حاجه كيبيعوها. مات عمي داكشي اللي كانت باغاها وصلت ليه، فتكات داك العائله. المقارب ديال ولاد عمي كانوا كيجيو عندي كل نهار كيوكلوني فاني ديال القاقوبي، مرة يوكلوني المعجون، مرة كيبغيو يكملوني الحشيش بزز. واحد النهار يلا حليف امي بغي يخشي لي فانيدا وانا ندفل عليه فوجو. كليت داك النهار قتله ديال الكلاب. كان ولد الحرام مقاقب وما عاقلش على راسو، بقى كيشتف عليا حتى كنت غادي نموت. حتى دخلات امو ولات صفها بالخلعه، دفعاته هي اللي كالات عليا، ماشي حيت بقيت فيها ولا شي حاجه، راه خافت لي يمشيو للحبس كاملين. عرفت من بعد ان هي اللي كتقول لي معطيو داك الفانيد، هادشي كامل بغاو يسطيوني. وفعلا ما بقى ليهم والو نتسطى ليهم، حيت بقيت معاهم تماك 4 شهور وانا كناكل داك المصيبه ديال داك الفانيد. سمعت ولده واحد النهار قال لخو الصغير غنعطي هاد الفانيد هذا، راني كذبت على الوالده وقلت لها جبت لي القاقوبي. نقض خو الصغير وقال ليه وديال اش هاد الفانيد عندك يموت لينا صاحبي؟ قال لي لا هذا راه ديال منع الحمل. اي مصيبه جات في يديه كان كيوكلها ليا، اصلا ما عاقلش على راسو. تخيلوا معايا الخوت، عام وانا مشدود في بيت واحد، عماني ما شفت الضو كيفاش داير، وديما داير لي واحد العيبه في الفم ديالي باش ما نغوت ما والو. وعمي شحال من مره كان كيحل عليا الباب كيطلع عليا وكيعاود يسد عادي بحال ما شاف والو، ولكن كنت عاضو. عارفو مسكين موكلين وشي سباديله اللي ما يقدرش يهضر كاع. مات عمي بديت كنطلع لها فراس وبغات تحيدني عليها من داك الدار. مشات سولت على راسها مزيان وجابت الحل. بلحش ما بلحيا شدات الدار ديالنا وكراتها، لا هي لا دار عمي، وجمعات شويه ديال الفلوس ودات واحد الخطوه. كنت كنسمع فيها كتهضر مع ولادها، قالت لهم جيبوا لي 4 ديال الحبات ديال القاقوبي. وخلات حتى لواحد النهار مع 12 ديال الليل. قبل ما توصل 12 بشي جوج السوايع وكلاتني داك الحبات كاملين. ملي وصلت 12 كنسمعوا الدقان في الباب. كانت مبلاصي واحد الطوموبيل كبير قدام الباب. طلعوا واحد 4 ديال الناس كان الوجه ديالهم كيخلع، عندهم واحد الشعار طويل وكلهم ضاربين الفاقه. طلعوا عندي حتى البيت وبداو كيحيدوا لي في القنبه. مع اخوكم ضارب 4 الحبات تفرقعت عليهم، بديت كنضارب معاهم وكنغوت. هادوك الناس ما دوا معايا فيهم حتى شي واحد، تحاموا عليا وكتفوني مزيان وركبوني في هذيك الطوموبيل وداوني فين شكون اللي عارف. واحد كان راكب معايا اللور هزيت رجلي وجمعت القوه ديالي كامله وضربته حتى كان غادي يحل الباب ويطيح برا. من بعد ما تقاد في الجلسه جبد واحد الصمطه وبدا كيشحطني بها، بدا كيضربني بها حتى ما بقيتش كنحس باللحم ديالي. داوني في الليل، وصلت تقريبا مع شي 6 ديال الصباح، كانت مازال الظلمه. قبل ما ينزلوني من الطوموبيل سدوا لي عينيا داكشي ديال تيندوف. ما بقيت عقلت على والو ملي حليت عينيا لقيت راسي مربوط بالسناسل وفي واحد البراكه كامله قصدير. ملي كنشوف الجناب ديالي كنلقى معايا شي 7 كاملين مربوطين بالسناسل، وريحه خانزه بزاف. وليت كنقول مع راسي هادشي ما يمكنش، واش هادشي في المغرب؟ اه الخوت هادشي كامل وقع ليا. هاد الناس اللي كاينين هنايا ما كيعرفوا الله، ما كيعرفوا لا دين لا والو، كيعرفوا غير العاقه. عطيهم الفلوس يجيو يشدوك هنايا حتى 100 عام. تخيلوا معايا ملي الغد ليه بديت كنفيق شويه وبديت كنستوعب فين انا عايش. الدموع ما بغاوش يتحبسوا ليا، ويلي شنو غادي نبقى عايش مع هادو؟ كانوا مساكن معنا شي 3 مسطنين، ولكن الاخرين كانوا بعقلهم جالسين كارل ما كيدير والو. علاش مشدودين هنايا؟ الله اعلم. وفين حنا شكون اللي عرف؟ هاد الناس مساكن الاغلبيه ديالهم منسيين. كاين اللي عنده مشاكل مع العائله ديالو على قبل الوات
جابوا لحو هنا كي اللي والديه باغين يسطيو باش يتهناو منو كل واحد والعالم ديالو. خونا اللي كان شادنا في داك البلاكه ما كناش كنشوفوه كاع، كان كيدخل عندنا مره في النهار كيلوح لينا قاعه ديال الماء وخبز كام، وكان واحد خونا اخر واقف قدام الباب هذاك خاص غاب الطواليط، واحد خونا قد الحيط، واحد اللحيه عنده قداش وغليظ، صراحه هو اللي باين فيه مسطي ماشي حنا. كان قبيح وما كيعرفش المعنى ديال الضحك. الا بغيتي زعما تهاب كيعطيك قتله ديال الكلاب، عمرك باقي تفكر مع اخوات تحاول تهاب؟ حيت كان حاضينا مزيان. كنا كنعسو في الليل وكنبداو نسمعو شي اصوات، شي اصوات اللي كتخلع بحال شي صوت ديال شي مجحوم كاين بحداك، ولا شي واحد كيبدا يهضر وكيغلط صوته. عرفت من بعد ان كل واحد والثمن ديالو، اللي بغيتيه تشد عادي كدير ليه ثمن، واللي بغيتي تشدو وتسطيه من بعد خاصك تزيد في الخلاص. وانا ما تعمي كانت باغا تسطيني، يعني كانت كتعطيهم الخلاص زايد بزاف، كانوا كيعطوني اي فاني جا عندهم حتى لدرجة المعدة ديالي تسلخات. في السيمانة الاولى كنت كنموت بالخلع، ما كانش كيديني الناس، ولكن من بعد ولفت ما بقيت كنتسوق لوالو وخين بح مع تناوة. كنت باغي حاجة وحدة هي ديك الفانيدة ديال القرقوبي ما يقطعوهاش عليا، حيت صافي تخلطات ليا مع الدم. كانوا مبوطين حدايا جوج ومسطين، حتى من الزهر ديالي ما طحت في شي واحد بعقلو اللي نتحدثت انا وياه. دا الشهر الاول شهر تاني عماني ما دوشت، تخيل معايا اللحم ديالك كيفاش غادي يولي، ولات الريحة ديالي ما تتحملهاش. من بعد ما كملت شهر جا داك الميكروب اللي جابنا النهار الاول، كان ضارك الوجه ديالو، جبت التليفون وبدا كيهضر معاها 100% عمتي. قال لها امضى صيفتي لي الخلاصة، قالت لي صافي صيفتوليك، قالت لي واش كلشي غادي هو هداك؟ قال لها هو غادي، كوني هانية، ها هو عندنا هنايا وما عندك مناش تخافي، ما يخرج ان شاء الله حتى يخرج سميتو ما عارفاش. كان كل واحد فينا كاتب سميتو في واحد الكتاب، وكاتب نمرة التليفون ديال السيد اللي جايبو هنايا، كيتواصل معاه ويسول واش دوز ليه الخلاص ولا لا. وصل داك المسطي مسكين اللي حدايا، السيد ما كيجاوبوش في التليفون، بقى كيعيط ليه شي بعض الخطرات ما جاوبوش، من بعد عيط ليه فواحد النمرة اخر، جاوبو داك السيد وقال ليه صافي اخويا ما بقاوش عندي الفلوس، دبر راسك لوحو ولا شوف شنو دير ليه. دار عندك خونا اللي جالس قدام العتبة ديال الباب وقال لي لوح عليا الزبل هذا، صافي دار ما بقاوش باغيين يخلصوا عليه. جاو لعندك المسطي اللي حدايا مسكين وبداو كيحلوا ليه في السنسلة باش يطلقوه، ولكن اللي عطى الله عطاه، السيد مسكين الدم والأمانة أمانتو ما بقاش كيتحرك. ملي شفتو مات فرحت، قلت على الأقل بعدا غادي يجيو البوليس وغادي يشوفون هنايا ويعتقونا. طار عندو داك خينا وقال ليه شاف داه مات، قال ليه إلا مات خليه في بلاصتو تماك حتى دوز داك الجوج ديال الليل، وغادي نصيفط واحد جوج يجيبوه من تم. بقيت مصدوم، تخيلوا معايا الخوت مابوط حداك واحد ميت، انت جالس والوجه ديالو ما كيبانش، والله حتى الموت ديال الخلعة. كل ساعة كنقول هو غادي يحط علي يديه دابا، كنت غادي نتفاوح ديال بصح. وصلت شي جوج ديال الليل وما يدخلوا واحد المكايب، والله الخوت ما كاينه في الوجه ديالهم رحمة، بداو كيجرو فيه من اجليه حتى خرجوه من التم، ما عرفتش من قند لاحو. مسكين هو في داك الحالة واخا تلقاه في شي جردة غتقول هذا عايش في الزنقة ومات. الله اللي كيعلم اش من عذاب دوز هاد السيد. قاد داك البلاصة اللي حدايا خاوية، الصراحة عجبني الحال، على الأقل بعدا لقيت فين نسرح رجليا مزيان. في الشهر الثاني جا داك الميكروب عاوتاني، قلت الله يرحم لك الوالدين، بغيت غندوش، راني وليت حالتي. دار راسو ما كيشوش فيا كاع، بدا كيهضر في التليفون وعرف اختنا صيفطات لي الفلوس، من بعد وضع الحام تفل عليا وزاد. تخيلوا معايا الخوت، هات المدة كاملة عماني ما شفت الماكلة كيفاش دايرة، خبز كامل والماء. الا دام معنا مزيان شي مره كيلوح لك شي خيزوه ولا لفته. كنا دايرين بحال دوك الحيوانات اللي في الحديقه. من بعد تقريبا شي سيمانه جاب واحد السيد جديد، سيد باين نقي في الوجه ديالو وكتفو حدايا. السيد كان غادي يتفاقع كيغوت واش يقول لهم انا ما مسطي ما والو، طلقوني شنو بغيتو عندي. ما قدرت نقول ليه والو داك الساعه، حيت انا حالتي كنت كنبان بحال شي مسطي، كنت مغوفل والوسخ اللي كان فيا ريحتو ما تقدرش تشما، خليتو حتى دوز نهار وتهدن. قلت ليه شنو سميتك؟ بقى كيشوف فيا وقال لي خالد. وانت؟ قلت لي انا أسامة. قال لي شنو المشكل اللي عندك؟ علاش جابوك هنايا؟ قلت لي ما عندي والو غير العائلة الزوينة وصافي،
وبديت كنعاود ديال القصه ديالي. مشيت بقيت كنعاود شي ساعه ديال المكانه، بقى حاضر واصل في الارض، ومن بعد بقى ساكت شويه. بدا كيعاود ديال القصه ديالو، قال لي انت بعدا الى دارت لك مات عمك جات معاها، جاها الحسد والغيره ماشي مشكل. قال لي الا قلت لك انا اخوتي هما اللي داو لي هادشي ما غاديش تثق بيا. قلت لي ما تقولهاش، واش خوتك من باك امك؟ قال لي اه سيدي خوتي من با امي. قال لي الوالد والوالده كانوا عايشين على قد الحال، الوالد مسكين تقاتل معايا باش قراني مزيان. الوالد عمو ما دار الفازيات مع شي واحد في خوتي، راه هو الفرق اللي كان انا كنت باغي نقرا وهما لا. انا كنت كنصاب الليل وبالنهار شاد الكتوبه ديالي وما عطينا اللعب. الوالد ملي شافني انا كنقرا مزيان تقاتل معايا وخلص عليا مدارس اللي غاليين بزاف، وليت عزيز عليه لدرجه كبيره. خوتي ما عجبهمش هاد البلان اللي دار الوالد، ومن تماك وهما شادين معايا الضد وما حاملينيش. اختي اللي صغار مني تزوجات ومع ذلك ما كتحيدش من طاعتنا، وكانت ديما كتحرش خوتي وكتقول لي ما باكم الا بقى بحال هكا غادي يكتب ليه الواس كامل. ضاع عندي وقال لي والله اخويا انا ما كيهمني شي وات، ما بغيت والو. من بعد مده قليله داكشي اللي كانوا خايفين منه هو اللي وقع، توفى الاب ديالو. خوتو كانوا ملهوطين على الوات، فالموت ديال باهم كانوا كيدويو على الوات وكيفاش غادي نقسموها وشنو غادي نديرو. قال لي نط انا وضعت فيهم مزيان وشبعت فيهم سبان. قلت لهم باكم باقي ما دوزتي مانو نتوما كدويو على الوات، واش نتوما مسلمين ولا شنو؟ نعلو الشيطان وخدمو شويه القران، ولكن ملي عرفوا ان الوالد كاتب ليا كلشي هنا بدات الحرب ديال بصح. انا براسي ما كنتش عارف الوالد كاتب ليا كلشي وما قالوا ليا والو، تجمعوا كاملين واتفقوا وداو ليا هاد البلان. الخوا ديالي انا عارفه عندها معاه شي ديال الشواده، وعندها شي صحابات عايشين هنا في بويا عمر. قلتي شنو؟ كيفاش بويا عمر؟ قال لي على تما عارف راسك فين كاين. قلتي والله ما عارف. قال لي حنا سيدي في بويا عمر. قال لي ها وحداك هنا، وهاد البلاكه اللي فيها انت دابا كتكال الناس اللي بحالنا حنا. اي واحد بغيت تفك من شي واحد كيجي يخلص عليه ويجي يلوحو هنايا. قال لي الا بقات مات عمك تخلص عليك غادي تبقى حتى تموت هنايا، حتى شي واحد ما غادي يجيب خبارك. ومن بعد بدا كيكمل لي القصه ديالو. قال لي واحد النهار جيت في الليل وانا لقاهم مجموعين، حدي دخلت قلت لهم السلام عليكم، ما فهمت والو. جاو خوتي كاملين تلاحوا عليا، شي كيضرب شي كيكتف فيا، ما فهمت حتى شي حاجه. الوالده مسكينه كتشوف فيهم وكتبكي، ما قادرة دير والو. الوالده ديالي مسكينه مريضه وما كبيره. من بعد مع شي جوج ديال الليل جاو شي رجال وهزوني فواحد الطوموبيل وتمو جايين بيا لهنايا. في الطريق كان كيدوي معايا السيدي كان مكتفني وعاودي هادشي كامل، حيت عرفني بعقلي وكنهضر معاه عادي. بقيت فيه ولكن قال لي ما عندي ما ندير ليك، غا سمح ليا وصافي. ايوا خويا هذه هي القصه ديالي، انا وياك غادي نبداو المعاناه من هنا ونشوفوها باش غدا تسالي. واخا كنت معذب بزاف فرحت بزاف ملي جا هاد السيد هذا، على الاقل بعدا غنتوانسن وياه. وداكشي اللي كان، وليت كل نهار كنتحدث انا وياه وكنسيو الهموم ديالنا. السيد كان شبعان قايا، عاودتي على المدرسة اللي ضاعت ليا وعلى الوالد اللي مسكين مليوح في الحبس وما شفتوش وضيع الفرصة ديال العمر ديالو بسبب مات عمي. كان مسكين داك الدري كيهضر معايا وما كيقدرش يشم الريحة ديالي. قلتلي غاسمح ليا على الوقت اللي خلاتنا بحال هكا. قال لي ماشي مشكل، انا غادي نولي كثار منك. السيد واخا هادشي كامل اللي واقع كان مثبت ومرزن وكيهضر بهدوء وكان راضي بالقضاء ديال الله. السيد كان كيعرف بينه وبين الله مزيان. من بعد تقريبا شي 3 ايام كيبان لي السيد كنهضر معاه وما كانش كيجاوبني. من بعد قال لي اسمح لي كنت كنصلي. من بعد ما وصل شهر جا داك الميكروب عاوتاني، عيط لمات عمي وصيفطات لي الفلوس من الفلوس ديال الكا ديالنا كتخلص عليا. صاحبي خالد حتى هو دواو مع الدار ديالو و 100% كان كيهضر مع خو الكبير، وعلى حساب داكشي اللي سمعنا ان خوتو حتى هما باغين يسطيوه ما بغاوش يبقاو بعقلو، حيت لاخو كان كيتفاهم معاهم في الثمن و تيقول لهم خاصكم تزيدوني. ملي كمل الهضره سمعت الميكروب اللي كيكون جالس قدام الباب، قال لي هاد جوج هضروا بعقلهم ها ما عندهم حتى مشكل، كيبقاو يدورو النهار كامل ولاخو كيصلي. ولد الحرام ولا كيجي عنده مره في النهار وكيعطي عاوتاني الفانيد كيوكلوا لينا بجوج ولاو باغيين يسطيونا. صاحبي خالد مسكين عمرو ما دار شي مخدر، كان العقل ديالو نقي. ملي كلا داك الفانيد مشى يجهل داك النهار، بدا كيغوت وانا كنحاول نهدن فيه حيت ماشي ساهل.
كان معنا واحد خونا كنا مسمين عليه غاش بوهالي، كان داير واحد الشعر كبير الوجه ديالو ديما موسخ وبين العقل ما عندوش. واحد النهار قرب حدانا وقال لينا الا بقيتو كدوي عادي بحال هكا غادي نتسطاو ديال بصح من بعد، اللهم من الاحسن مثلوا عليهم شويه حتى الا بغاو يطلقوكم ما يقدروش، غادي يقولوا هادو الا طلقناهم غدا ولا بعد غدا يجيبوا لنا البوليس. طاش فيا خالد وقال لي عنده الحق. من داك النهار ما بقيتش كنهضر انا وخالد بزاف وبدينا كنديروا داكشي ديال التسطيه، خصوصا ملي دخل داك الميكروب اللي جالس قدام الباب وبغى يماطي ديال الخبز. مع قرب حدايا هزيت رجلي حتى الفوق وانا نضربو النيف، خليته غارق دمايات. واخا عارف راسي هادشي غادي يكلفني بزاف ماشي مشكل. السيد جمع الوقفه حتى مسح الدم ديالو مزيان ورجع لعندي، بقى كيشتف عليا هو كيخلط فيا وخالد كيضحك عليا باش ما نبينوش. من بعد ملي سالا خالد دفل لي على الوجه ديالو، حدو قرب بغا يضرب خالد وانا نعاود نضربو عاوتاني حتى ما بقاش قادر يوقف هو يهرب ولا فيما كيبغي يجي عندنا كيحضي راسو مزيان. تخيلوا معايا الخوت، عام وحنا بحال هكاك، عام ديال العذاب وديال المعاناة، عام ديال الوسخ وليت كنتشهى غندوش. واحد النهار جاني الصهد مع القصدير كتلق سخونية بزاف، حيت هداك التريكو ديالي وشافني خالد في هداك الضربة في الكتف، قالي ديال اش هادي؟ قالي هادي هي الضربة اللي قلتلك ضربني ولد عمي. قالي على ما خيتيها ما والو، قالي لا، قالي مرات عمي بقات كتعمر عليا بالتحميرة حتى كلمات، بقات كتبان داك الضربة محلولة وكتخلع بزاف. وهم الوقت غدا وكدوز وحنا غاديين وكنعانيو، كل نهار كنت كنتعذب انا وياها خصوصا في الصيف، كان كيدوز علينا العذاب، قصدير كان كيدوب لينا الصهد اللي كاين. من بعد قال لي خالد خاصنا شي طريقة باش نهربو من هنايا، قلت ليها قولي كي غدير ليها، شوف السناس اللي داير لينا هنا بحال ديال الكلاب، وداك الميكروب اللي واقف في الباب ما عندنا كي نديرو، راني فكرت فيها قبل منك. قال لي شوف ضروري تكون شي طريقة، أو غادي نفكر وصافي، المهم تقدم هاد الميكروب ما تهدرش معايا بعقلك كاع. داكشي اللي كاين، دازت شي 15 يوم ما بقيتش كندوي انا وخالد، مرة كنجبعها معاه بواحد الصفيقة وكيرجع ليا الصف. واخا كانت واصلة فينا العظم كان خاصنا ضروري نمثلو بلا راحنا مسطين. واحد النهار مع الجوج ديال الليل جا داك الميكروب بدا كيقعد فيا، تي شنو بغيتي؟ قرب حدايا وسد ليا عينيا وكتفني مزيان، جاو معاه واحد الجوج وخرجوني من تماك. خالد مسكين ضرباتو الفيقة وما قدر يدير والو، بقى غير كيشوف فيا ما عرفهم فين غادين بيا. مشاو بيا بواحد المسافة اللي قليلة بزاف، شوية بديت كنسمع الصوت ديال الجدبة وديال الحضرة، ما عرفت شنو غادي يوقع. الله الخوت حتى الموت ديال الخلعة، كتسمع العيالات كيغوتو وشتيف غادك الموسيقى ديال القناوة كتكف بنادم الرعب ديال بصح. فواحد الوقيتة جلسوني وكنت كنحس بنادم كيدور بيا حيت الصوت ديالهم كان قريب بزاف. من بعد شي حاجة كانت كطاش عليا ما عرفت شناهي، قابلت حدايا واحد خيتي وحيدات يدك الزيف على عيني. فهاد اللحظة هادي الموت ديال الخلعة بديت كنغوت وكنتهكل في الأرض، حيت اللي كانوا ضايعين بيا الأغلبية ديالهم غا العيالات، كانوا طالقين الشعر وكيتحيدو وساعة ساعة كيبداو يدورو بيا. وداكشي اللي كان كيطاش عليا كنت كنحس بيه خاطر، ملي كنشوف في اليد ديالي كنلقاه الدم، كانوا دابحين واحد المعزة ومعلقينها الفوق ومخلين الدم ديالها كيقطعو عليهم كاملين، داكشي ديال لي زومبي. ملي بقيت كنتهكل في الأرض جاو واحد جوج لابسين جلالب والشعر ديالهم مشاكك وواحد اللحية عندهم بيضة، حكموني مزيان وشد واحد فيهم جنوية وحطها لي على العنق ديالي، وبقى كيقول شي تخابيق وتعزم. صافي وليت كنقول الموت هي هادي، كانوا الكلاب باغيين يعطيوني قربان لشي جن ولا الله أعلم. المهم ديال اللقطة اللخا اللي عقلت عليها حيت من بعد غيبت وما بقيت عقلت على والو. ملي فقت الصباح كنحس غاب خالد كينغز فيا برجليه وكيقعد فيا، ما بغيتش نوض ليه، هو ضربني بواحد البوطي لوجهه حتى فقت بزز مني، فقت مخلوع ما عرفت راسي واش مت وانا مدفون ولا شنو واقع ليا. طات عند خالد قلت ليه قول لي غا كنت كنحلم الله يحفظك. قال لي مالك شنو وقع ليك؟ بديت كنقلب في يدي وفي عنقي كنلقى الحمد لله ما عندي والو، ملي كنقلب الحوايج ديالي كنلقاهم عامرين دم، عرفت ان داكشي اللي وقع الباه كان بصح. سولني خالد شنو وقع، عاودت لي كلشي، قال لي عندك السهام تخوط والدين تزقلتي، هو اللي فرح لي هادشي ديال القربان حيت شحال هادي كنباحت فهادشي وعارف مزيان داكشي اللي كيديرو السحارة والدجالين. ما
من بعد هادشي اللي وقع ليا وليت باغي نهرب كتا من الاول. خالد حتى هو مبقاش كيف جا النهار الاول، حتى هو توسخ، ولكن حالتي كانت كتا من حالته. بدينا كنفكروا في شي طريقه كيفاش نهربوا. كانت تقريبا كل شهر كيجي داك الميكروب كيهز الكتاب ويبدا يشوف بالسميه ويعيط على التليفون اللي عنده وكيبدا يتهوى معاهم على الثمن. كنا بحال شي خرفان وصافي. عيط لعمتي وقالت لي امضى، والسيد باقي بعقله ولا تفاوح. قال السيد صافي ولا كيهضر غير بوحدو. السيد واخا نطلقو كاع ما يعرفش حتى الدار فين جات، ولكن مازال خاصو شي عام اخر معانا باش نزيد نسطي لك مزيان ويتلف على القبله. وهنا كانت السيده دار اكبر غلط في حياته، حيت مرات عمي طماعه بزاف، والفلوس اللي كانت كتعطيها كانت كتعطيها غير بزاز منا. ملي عرفتني تسطيت وما بقيت قادر ندير والو ما بيناتش ليه، قالت لي صافي غير خلي عندك واحد العام اخر. صيفطات لي الخلاص ديالو وقالت لي شوف هاد الشهرين هادي ما غادي نصيفط لك والو حيت انا مسافر، ولكن الشهر الثالث غنصيفط لك الشهور كاملين مجموعين. قال لها صافي مشات، ثقه بيناتنا وانا كنثق فيك. المهم داز داك الشهر، داز الشهر الثاني والشهر الثالث، الشهر الرابع بدا كيتسنى فيها تصيفط ليه وما صيفطات لي حتى شي حاجه. جبت التليفون وعيط ليها، التليفون طافي. ايا ما عيط ليها ما لقاش كيفاش يدير حتى يتواصل معاها. هاد الشهور الاخرين كنت متفق انا وخالد فيما كيعطيونا شي فانيده كنلوحها تحت لساني وكندير راسي رصدتها ومن بعد كندفلوها اللور. دازت 15 يوم وما تعمي ما كتجاوبش. السيد لدرجه طلعت لي فراسو وحتى الماكله ما بقاش باغي يعطيها ليا، خلاني ولد الحرام 3 ايام بلا ماكله. خالد مسكين اللي كان مراك ياكل داك الخبز كامل ديالو مراك يلوحو ليا انا. كان خاصني غير باش نبقى عايش. ملي كملت شهر وما تعمي ما كتجاوبش جا داك الميكروب وبدا كيعيط في التليفون عاوتاني. عيط عليهم كاملين الا ما تعمي اللي ما جاوباتوش. دوا مع ديك خاينه اللي في الباب وغير يطلق عليا هاد الزبله ديال يمشي فحالو. ملي سمعت هاد الخبر هذا ما تخيلوش الخوت الفرحه ديالي. حاولت ما نبين ليهم والو، جا بغى يفكني وما خليتوش. ملي قرب حدايا جمعت معاه بواحد الصفيقه حيت كنت خايف لي عافني دات عقلي وما يبغيش يطلقني. المهم فشخني مزيان وخلاني في بلاصتي. ندمت بزاف كاع ملي تجاوبت معاه، كون غنضتو مشيت في حالاتي. وليت كنقول عندك راه ما يطلقنيش. ملي وصلت 12 ديال الليل جا واحد جوج وجروني، دات فيها زعما انا مغيب. بقى ولاد الحرام جاريني في الارض وكان داك الطريق كلها شوك. كاع جليات ضبوا ليا وكنت حفيان، حوايجي كاملين مقطعين. بقيت غادي مجروح في الارض وحاضي مع الطريق. ما بعدونيش بزاف ولاحوني في واحد الزباله، ومن بعد مشاو في حالاتهم. الله الحريه، واخا وسط الزباله ماشي مشكل، مهم وليت ليبل. تخيلوا معايا الخوت، ماقدرتش نوقف على رجليا وبقيت تماك حتى صباح الحال. ما فيقني غير واحد المجحوم اللي كان كيبول عليا. نط هزيت واحد الحجر ونضربو حتى بدا كيغوت. بقيت كندور تماك وداك الحاله اللي شافني ما كيتسوقش ليا. اللي كان قرب حداه كنقول ليه بغيت ناكل، كيشوف فيا واحد الشوفه الخوت بحال شاف حاشاكم هادي كنيت، كيدور وجهو للجهه الاخرى. بغيت ناكل غير شي حاجه باش نقدر نوقف على رجلي حيت السخفه شاداني. مده ما كليت النعمه. شكون اللي حن عليا الخوت؟ واحد البنت صغيره عندها تقريبا غير شي 7 سنين. شافتني كنطلب في الناس الماكله وتا واحد معاقل عليا، هزات الماكله ديالها كامله وجابتها ليا. والديها بقاو كيشوفوا فيها. خديت من عند الماكله وبعدت من حداها باش ما تشمش داك الريحه اللي فيا وتهرب. جلست في داك القنت وبقيت كناكل، واخا داك الماكله كانت قليله بقى باها كيشوف فيا من بعيد. من بعد مسكين هز البلا ديالو حتى هو وجابو ليا. هاد الماكله ديال الخوت شي عام وسبع شهور ما دقتها. بقيت كندور غير في داك الحي اللي كان داير بحال شي كيان. بغيت نبقى تماك باش ما نساش البراكه. بقيت كندور بانتي واحد المناشر الحوايج، سنيتها غير مشات مشيت خونت لها كاع الحوايج اللي خاصيني. من بعد مشيت لواحد العوينه وخديت واحد التيد ديال الصابون من عند الماء، تخشيت تحت طوابيني وبديت كنحك في التيد وبديت كنخرج بشويه بشويه. من بعد ما تنقيت مزيان لبست داك الحوايج اللي خونت للسيده. كنت خاصاني غير شي حاجه نلبسها في رجلي ما لقيتهاش. بقيت كندور حفيان لحنين لحيم، ما كاينش اللي عقل عليك. الله يسمح لي عاوتاني مشيت للجامع مع دخلوا الناس يصليو وخونت واحد الصنداله. الخوت ما خونتش شي صنداله اللي غاليه بزاف، خونت غير وحده ديال اللوطو اللي رخيصه بزاف. مشيت الى مولاها مسكين مشات ليه ما بقاش يدعي عليا بزاف. كان خاصني غير نلبس في رجلي وصافي. من بعد ما الحاله ديالي تنقات شويه ولاو الناس كيدوروا معايا بعدا، ولا بنادم كيشوف فيك حتى مول المسمن كتمشي عنده كيعطيك. دوزت تقريبا شي 5 ايام
وانا كناكل وكنبات غا تماك. هادشي كامل على قبل صاحبي خالد، ما بغيتش نخلي غارق تم. وليت كنجلس حدا الجامع وكنطلب بالدهم بالدهم، حتى جمعت شويه ديال الفلوس ومشيت لعند واحد الحلاق وحسن ليا. واخيرا رجعت بنادم كيف كنت في الاول. الحلاق بدا كيحسن ليا خسرت لي الطوندوز جوج ديال المرات. قال لي تمالك صاحبي، هذا راس ولا شناهو؟ بقيت ساكت وعاودت لي القصه ديالي كامله. من اللي عارف مسكين حلف ما يتخلص من عندي، وداني معاه حتى للدار وعطاني بزاف ديال الحوايج. وراني واحد البلاصه اللي كانت بحال الساحه. قال لي ولي تبات هنايا، ما كاينش اللي غادي يهضر معاك. قال لي اسمح لي بزاف، بغيتك تجي تبات عندي ولكن الدار صغيره. وليت كنمشي نبات تماك، والوقيته ديال الغداء كنمشي نتغدى مع الحلاق. صراحه مسكين تعامل معايا. دازت تقريبا 20 يوم، 20 يوم الحمد لله رجعت الصحه ديالي. وليت مره كنضرب كاسكيطه وكنمشي ندوز من الزنقه اللي كنت مشدود فيها. كندوز من تماك وكنشوف داك العام وسبع شهور اللي دوزت ديال العذاب اللي ضاعت ليا من حياتي. حتى حفظت الطريق مزيان تماك، وعرفت الميكروب معاش كيجي ومعاش كيمشي. بقيت كندور في واحد البلاصه كانت دايره بحال الغابه. لقيت واحد العصا مزيانه، حيت من داك الربيع اللي كنلاصق فيها ولات كتبان بحال شي زواطه. كانت قاصحه بزاف. خليت حتى وصلت لوحده ديال النهار. هاد الوقيته هادي كتكون الدنيا خاويه، كلشي كيدخل يتغدى وكينعس. ضربت الوحده ونص، لقيت خونا جالس قدام الباب وشاعل السبتي. مع ضرب النطره الاولى وصلت حداه، زيد داك الزواطه حتى الفوق وحطيتها لي في الراس ديالو. السيد طاح مغيب، زريتو للداخل. لقيت البلاصه اللي كنت مربوط فيها باقا خاويه. جبت لي السوات من الجيب ديالو وحليت لصاحبي خالد. خالد ما عرفنيش في الاول، حدو سمع صوتي عرفني مزيان. عاوني حتى كتفت داك الميكروب وجبت لي التليفون ديالو من جيبو. دويت مع دوك الدراري وقلت لهم غرتاحوا، غادي نفككم كاملين. تسنيت داك الميكروب حتى فاق وقلت لي عيط لي داك خونا. قوه الخلعه ضايرين بيه غير مسطين، دغيا جبت التليفون وعيط ليه. خونا لاخوج داك يجري، مع دخلت هو شديناه وكتفناه في البلاصه فين كان مشدود خالد. من بعد فكينا الدراري كاملين، عطيناهم قتله ديال الكلاب. سديت عليهم الباب مزيان وقلت لهم نتوما وزهركم، الا جا عتقكم شي واحد الله يسهل عليكم. بقيتو بحال هكا، انا بغيتكم تموتوا بحال هكا نيت، باش تحسوا بينا. خرجنا من داك الدار وشوهونا داك المسطين، خرجوا كيجريو كيغوتو. علقت انا وخالد وخليناهم. خليت خالد كيدوش في داك العوينه ومشيت عند داك الحلاق. خديت من عنده داك الحوايج اللي عطاني وديتهم لخالد. من بعد ما دوش خالد ديتو عند داك الحلاق وحتى هو ستيك الحاله. سلمت على داك الحلاق ومشينا للمحطة ديريكت. وقفنا تماك وبدينا كنطلبو في الدراري اللي خدامين، احنا مقطع بينا الحبل وبغينا نسافرو. خالد كان ساكن في الحسيمة. قلت شنو غادي دير دابا؟ قال لي انا غادي نفكر مزيان في هاد البلان. بان لي واحد كار غادي للمدينة ديالي، حل داك العيبة اللي كيتخشى فيها الباكاج بان لي فيها البلان. سلمت على خالد وكانت هادي اخر مرة غادي نشوفو فيها. مشيت كنجري وتخشيت لداخل وما شافني حتى شي واحد. تحرك الكار ودوزت السفيرة كاملة وانا مخشي تماك وسط الباكاج. جاني الجوع، بديت كنقلب في واحد الصاك، لقيت فيه شي دانونات وكيكا، قصيتهم تم. ما عرفتش شحال ديال الوقت دوزنا عاد وصلت للمحطة. المهم كان وقت طويل شوية. حدهم حلو عليا داك الباب وبداو كيهبطوا في الباكاج تمي تهابط. ملي شافني الشيفور بقى شاد في راسو، جا عندي وقال لي علاش درتي في راسك هاد الحالة هادي؟ كون جيتي عندي اصاحبي كون عطيتك بلاصة. بقيت كنشوف فيه وقلت الله ينزل عليك النعلة. تيش توافا كاملين طلبتهم، تا شي واحد معقل عليا. دابا عاد تجي كتقول لي هاد الهضرة هادي، فيها بحالاتك. خرجت من المحطة وبديت كنشم الريحة ديال المدينة ديالي. توحشت الواليد، الواليدة. كنشوف حياتي كيفاش كانت وكيفاش ولات. كنت غادي نقرا في داك المدرسة اللي مخلص عليه الواليد ودافع عليهم جوج ديال المليون، مشات ليا هكاك. كنشوف في المستقبل ديالي اللي كان غادي يكون زوين بزاف، وبسبب مرت عمي كلشي مشى. ما كنتش عارف كيفاش غادي نرجع حقي وكيفاش غادي ننتقم من داك الميكروبا. اول بلاصه بديت كنمشي لها بزاف هي القهوه اللي خدام فيها ولد عمي، حيت كنت حاقد عليه ديال بصح. العصا اللي كان عطاني وداك الفاني اللي كان كيوكلني خرج لي على حياتي، اقل ما عدا كضاني بسبابه. ملي مشيت لداك القهوه قالوا لي دخل وخرج الحب جوج الخطرات، ضربوه بربع شهور ومن بعد بسبع شهور. ودابا راه الله خرج وما بقاش خدام داك القهوه، عطاها غير القعقوبي وديما المشاكل في الدار. وليت كنضرب واحد القبيه وكاسكيطه وتا شي واحد ما كيعرفني في الدب. مره كندوز من تماك وغير كنشوف وكنبعد.
واحد النهار كيبان لي عمي اللي ساكن في الدوزيام جا للدار وكيدق، وكان ديما الصداع نايض بيناتهم. كان كيدوي على داك الدار ديالو اللي تكات، كيعيط لخوه ما كيجاوبوش، ما صور من عندك الميكروبا والو، حيت خوه اللي كان ساكن في الطوازيام هو الكبير، هو اللي كانت عنده الوكالة. طلعت عليه من الشاجم وشبعت فيه سبان، ما بغاتش تحل لي حتى الباب. من بعد ما عمي طلع ليه الدم تم غادي في حالاته، بقيت غادي تابعو حتى وصل البلاكة ديال الطوبيس. من بعد كف الطوبيس وركبت وراه، بقيت تابعو حتى بالي يدخل مع الباب ديال الدار. من بعد تقريبا شي 5 دقايق بديت كندق وهي تحل لي مرات عمي. حلت الباب وبقات كتشوف فيا، قالت لي شكون. من بعد ما حقات فيا مزيان مسكينة تلاحت عليا وعنقاتني. تقريبا شي 2 عامين ما شفتهاش، قالت لي دخل مرحبا بك. مع دخلت لقيت عمي جالس ناض مسكين عندكني، وقال لي البركه في راسك ولي، فين كنتي غابه هاد المده كامله؟ كيفاش غادي نقول لك عمي، قصه طويله. ما عمي مسكينه قالت لي ارتاح دابا، دخلت وجدت ديما ناكل ودوشت وبدلت الحوايج ديالي، عاد جلست معاهم عاودت لهم قصه كامله اللي وقعت لي وشنو وقع للوالد والوالده، عاودت لهم داكشي بلي ديطاي. يلاه بغيت نكمل ليهم كنسمع البكا ديال داري صغير، شفت فمات عمي وبدات كتضحك وقالت لي اه جاب لنا الله واحد الوليد. نطت عنك توفحت ليها بزاف حيت داك السيده تستاهل. من بعد ما عاودت لها كلشي قالت لي راني قلت لك رد البالك ورد البال داركم، هذيك السيده الشهر ديالها صعيب وانت وصلتي لهضرتي. قلت لها اه وصلت لهضرتك كامله. قالت لي داك النهار فجيت عندكم على قبل كسكسو سمعتها كتقول لولدو اليوم نسطيبوه، كنت متاكده بلي الطبسي اللي كان غادي ياكل منه باك كانت فيه شي حاجه. علاش هي كلات دغمه وحده وهزات داك الطبسيل؟ حيت ما بغات يوقع ليه والو. داك الساعه كان كلشي مفضوح، بغات تخلي حتى من بعد. وانت كتشوف دابا السولات على الدار كامله. راني لقيتيني كندوي مع عمك وقلت ليها راه خليها تبح بها، ما بقينا باغيين والو. علاش غادي نقول لك ما تعمي، انا جيت غنشوفكم وغادي نمشي، انا ما غاديش نتفاك معاهم حتى نصيفط للحبس ولا نصيفط للقبر. بقات كتنصح فيا شحال لا هي لا عمي، قالت لي لا ما تضيعش حياتك على قبل داك الموسخه اللي ما تستاهلش. قلت لها ما تعمي نخليك دابا. قالت لي والله ما تخرج اليوم من هنا، بتعدو مسكينه وتهلات فيا وعافاتني غادي نتاقم غادي نتاقم واخا ما عرفت شنو تقول ليا. ملي بغيت نخرج جبدات مسكينه 5000 درهم، قالت لي خلي عندك هادي في جيبك تقدر تحتاج شي حاجه. دويت مع عمي وقلت لي شوف من الاحسن ما تبقاش تمشي عندهم للدار، الا وقعت شي حاجه غادي نلصقوا لك انت كلشي حيت انت اللي عندك مع عداوه. قال لي صافي كون هاني. خرجت من عندهم وكيت واحد البيت اللي كانت واز الزنقه ديالنا، وبقيت رد البال مزيان لداك الدار. كل صباح كنمشي نعس تماك ما عندي ما يدار، حتى لواحد النهار بانت لي مرات عمي خارجه من تم، بقيت غادي تابعها بانت لي غادا للسوق. مشات تقدات داكشي اللي خاصه، من بعد دازت من واحد الزنقه واحد شويه غمضت عيني كتبان لي السيده غبات، ما عرفت فين دخلت. بقيت كندور تماك وانا مضعوق، ويلي شادي غتكون ساطات الارض لا ميمكنش. الوقيته اللي كنقلب خرجت من حدا واحد الباب من حدايا، دازت شافت فيا ولكن مدات ما جابت. انا في داك الوقت تزيات بزاف، قلت عندك راه تعرفني وكلشي تفاش ليا. من بعد رجعت للدار ديال عادي، جيت كنسول على داك الدار، عرفت ديال واحد الخضار وعرفت ان عندها شي علاقه معاه. من بعد ما خرجت هي بشي 10 دقائق خرج داك الخضار ومشى للسوق كيكمل الخدمه ديالو. شديت داك 5000 درهم وخليته عندي، ما كنت باغي نخسر منه حتى ريال، كنت مضمقه في التقاصر وكنبات في واحد البلايصه في السوق كانت كالم، كنت حافظها مزيان. من بعد بشويه بشويه بديت كنتقرب من الخضار. الخضار كان عزيز عليه الشراب، وبنهار عزيز عليه البراد ديال اتاي. دخلت بهاد البلان هذا، وليت كل نهار كنصيفط على براد. من بعد وليت كنبيع معاه، عنده شي غارات كيخليني حاضي وكيمشي هو. حتى لواحد النهار كنت كنبيع انا وياه وهي توقع في الموسخه عنده. بدات كضحك معاه بواحد الطريقه باش ما تبينش ليا. انا كنت ندير داك القبيه وكاسكيطه ما شافتنيش مزيان وما عرفاتنيش. هو غا شافها بدا كيضحك وقال لها واش نتلاقاو دابا تماك؟ قالت لي ماشي اليوم حتى الغدا. المهم تقدات داكشي اللي بغات ومشات. من بعد جبدت مع الهضره شكون هادي؟ قال لي هادي الساطه ديالي. واخا عماني ما شربت في الليل شربت انا وياه، راكم عارفين السيد ملي كيشرب كيقول كاع داكشي اللي عنده. عاود لي قصه حياته كامله، قال لي السيد انطلقه وما عندهاش الاولاد، واي حاجه بغيت ادير الفلوس كتجيبها ليا بيكول هادي.
من بعد بدا كيسول فيا انا كنت انا ولد واحد المدينه اخرى ما تقطع بيا الحبل هنا وصافي. قال لي شوف انا بحال خوك بغيتي تجي تبات معايا جيبات معايا انا بوحدي في الدار. داكشي اللي قسم الله نقسموه انا وياك. قلت له شكرا بزاف الله يجازيك بخير. وداكشي اللي كان وليت كنمشي كنبات معاه في الدار كنطيبو طاجين بجوج. المهم وليت معاش انا وياه. هادشي كامل كنت دارسو من الاول كنت دارس خطه وكان كلشي غادي هو هذاك كيف ما بغيت. كانت عنده واحد الباطمة صغيرة فيها بيت وصالون. بيت ديال فيه واحد الناموسية كبيرة وحط واحد الشبكة كبيرة جامع فيها المانط ديالو لي زور وحتى الحوايج كيحطهم تماك. من بعد ما دوزت الثانوية تقريبا شي شهر ولا كيتيق فيا بزاف. وليت انا اللي كنحضي ليه بعض المرات كنمشي نتقدى ليه السلعة كاع داكشي اللي بغا كنحضرو ليه. وكانت المسخة تقريبا مرة جوج مرات في السيمانة كتجي لعندو. وليت حافظ حتى التوقيت اللي غادا تجي لعندو. دبرت واحد التليفون كيدي الشارج وعندو الكاميرا ناضية. بقيت كندوي معاه وقلت ليه غدا عندك ما يدار؟ قال لي لا. قلت ليك ما غتجي عندك ختنا؟ قال لي لا ما غتجيش ما غتجي حتى لبعد غدا. عرفت لوقيته معاش غادي تجي عندو ومشيت قبل منهم بساعتين. وصلت للدار وقادي جوج ديال التليفونات كل واحد من جهة. كان عندو داك البيت مضوي وخا تبغي تظلمو ما غاديش يتظلم حيت كانو شاراتهم كيطلعو على الزنقة وكانو مضوين وما كاين لا خوامي لا والو. فيكسيت التليفونات بجوج وخدمت الكاميرا. من بعد مشيت بديت كنبيع عليه في بلاصتو. من بعد ساعة ديال المكانة تقريبا جات داك الموسخة غا طلات عليه ومشات. يعني انا جيت مشات هي سبقاتو من بعد لحقها ليها. من بعد تقريبا شي 45 دقيقة جا لعندي. اليا بطلحام سخفاتني. دازت تقريبا شي ساعتين كنت غنمشي بزاف نلوح شي طاجين راجاني الجوع. مشيت جمع ليا الخضرة من عند دراري تماك ومشيت للدار. حيت التليفونات لقيت قاع داكشي اللي بغيتو لقيتو تماك. مشيت لواحد السيبر وجبت الفيديوهات وبديت كنمونطي فيهم. صوبت واحد الفيديو اللي مفاقع. من بعد دخلت الفيسبوك وقلبت على ولادة. لقيت خونا اللي داخل خارج من الحبس مصوب واحد السيفيطة دوريجين والسبديلة دايرة شي 3000 درهم والمشكلة ما خدام ما والو وعندو كلب مالينوا. أما الباهوش الآخر حتى هو نفس ستيل مصور هاز واحد جوان وكاتب في البروفيل ديالو الحياة ليست عادلة. المهم خديت الصور ديالهم وصوبت واحد الفيديو اللي ناضي. شديت داك الفيديو ولحتو في واحد كليوزبي. ومن بعد مشيت لأكبر قهوة كاينة في الدار عندنا اللي الحي ديالنا كامل كيعرفها. خليت حتى بدا واحد الماتش ديال الباصا وريال وكانت هوينه في الدب. كلشي جالس كيتفرج رجاله كبار وصغار. بلا ما يشوفني حتى شي واحد زعت لك اليوزبي في التلفازه. ومن بعد خدمت من التليفون عندي لابليكاسيون ديال تيليكوموند. كلشي كان كيغوت باغي يتفرج في الماتش. ولكن مع بدا الفيديو بدات واحد الموسيقى. من بعد بانت التصويره ديال ولد عمي الاول شويه ويش بانت التصويره ديال ولد عمي الثاني ولاو كيبانو التصاور ديالهم بجوج في ليكون. بدات كطلع واحد كتبه اللي شافت جوج هادو يقول لك هادو راه ولاد هاد السيد ولحت التصويره ديال عمي. ومن بعد قلت لهم ولكن في الحقيقه هادو راه ولاد هذا ولحت التصاور ديال الخضار. كلشي كان كيتفرج ومصدوم وكيتسناو النهايه شنو هي. راكم عارفين المغاربه فضوليين. بدات الموسيقى غدا وكتجهد شويه تكتب ليهم وهذا هو الدليل. هو يبان الفيديو ديال مات عمي داخل لذاك البيت. شويه بدات كتنصرف الحوايج ديالها بوحدها. من بعد دخل عند الخضار وبداو خدامين. كلشي كيتفرج في داك الفيديو وكيضحك. كاين اللي كيغوت كاين اللي جبد التليفون كيصور كل واحد شنو كيدير. مول القهوه حيت عارفو مش مكاجه كيجري وحيد داك الكلي ولا حافظ الزنقه. ناض واحد خونا ما حاملهمش هز داك الكلي وخلاه عنده في جيبو. الناس اللي صوروا بالتليفون فيديو كيدور من عند واحد لواحد في الواتساب. وخوتنا في الله باقي ما جابوا الخبر والو. شي واحد وصل لهم شي طنقنيقه وجاو كيجريو القهوه. جا واحد كيطل في التلفازه كيبان ليه الماتش خدام ولكن كلشي كان كيشوف فيه وكيضحك. خونا ما رضاش وبدا كيشخشخ بهذيك القهوه علاش كتضحكوا اولاد الفاعلات. بدا كيسب لهم في العروق ديالهم وحتى شي واحد ما قال لهم شي حاجه. من بعد جا واحد الدري اللي عنده معاه وقال لي شنو واقع هنايا. هو يعاود لي الفيلم كامل. قال لي خصني نشوف بعيني انا ما كنتيقش. داي كاملين اللي كانوا مصورين بالتليفون حتى شي واحد ما قدر يوريه الفيديو حيت كانوا خايفين. طاح غير داك الميكروب اللي كانت عنده الكلي كان حاقد عليه ديال بصح. جا قرب حداه وقال ليه واش بغيتي تشوف الفيديو؟ قال لي كلشي غادي تلقاه هنايا. خدا من عنده الكلي ومشى كيجري. تلاقى مع خوف طيق قال ليه مالك لاباس؟ قال له امشي نشوف واحد البلان.
طلعوا معاه في الموطوع ومشاو وياه. انا في هذه اللحظه شنو درت؟ مشيت جلست انفاس مع الدار وبقيت كنتفرج شنو غادي يوقع. عارف الميكروب قبيح واصلا ما كانش كيحترمو كاع، ديما كيسب لها العروق ديالها وما كانش عنده معاها. درت اجل على جل وبقيت شاد التليفون وطالع نازل في الفيسبوك. شويه كيبان لي الفيديو بدا كيدير بوم، كلشي كيهضر على هاد البلان. واحد شويه كيبان لي الميكروب جاي هو وخوه، حلوا الباب وطلعوا كيتجاوب بجوج. فهاد الوقيته هادي كنت كنستمتع بزاف، كنت كنسمع الغوات والغوينه نايضه الفوق. من بعد الخوت هادشي اللي غادي يوقع والله ما تصوروا بالله. تحل الشرجم ديال دارهم هما يلوحوهم من الفوق، كنشوف فيها جايه طايره من السماء حتى تدخلت مع الارض. من بعد هبطوا كيجريو، عرفتهم غاديين عند الخضار. الخضار كان ديجا وصلوا الفيديو وعرف القيامه نايضه على قبلو. خلى الحويج ديالو كاملين وهرب للعروبيه. البوليس جاو وتاونات دعوه تماك. فهاد الوقيته هادي مشيت انا عند دار عمي اللي كان ساكن في الدوزيام، دوزت معاهم تماك شي 15 يوم وعاودت لهم البلان كامل اللي درت. وريت لعمي الفيديو ما قدرش يكملو كاع. قال لي يا ولدي شنو غادي نقول لك، واخا ما كنتش باغي هادشي كامل اللي وقع، ولكن هادشي اللي كتستاهلو داك بنت الكلاب. مشى عمي عند خوها وبداو كيخويو في الكرايا كيف الاول. عمي اللي بقى عايش غير مع ولدو الصغير فيهم كاع. مع ما تدك الميكروبا عاد بدا كيرجع للصواب ديالو، بحال شي واحد كان ناعس وعاد فاق من شي حلم. ولد عمي اللي كبير قضى يهرب للبوليس، ولكن ولد عمي اللي متوسط شدوه وبقى البحث على ولد عمي الكبير. من بعد شي شانس تقريبا ديال البحث لقى ولد عمي الكبير حتى هو مقتول، وما عرفوش شكون اللي قتلو. الاغلبيه تيقول لك بلي الخضار هو اللي صفى عليه. من بعد هاد المدة كاملة عاد قدرت نزور الوليد في الحبس. الوليد كان الحمد لله بخير، كان عمي ديما كيمشي لعندو، وكانت الحالة النفسية ديالو صعيبة بزاف من جهتي. ملي شافني مسكين عاد رجعت فيها الروح. الوليد دار ليا الوكالة وبعنا داك الدار وكل واحد خدا الحق ديالو. خديت واحد الباطنة صغيرة والفلوس اللي شاطو لي دات واحد المحامي كبير على الوليد. تعاود تفتح الدوسي من جديد وعرفوا بلي الوليد ما عندوش القتل العمد. من بعد ما كان مضوب 30 عام الحمد لله رجعت غير 7 سنين، وكان ديجا ضارب منها عامين. بقيت عايش في الدار جديدة وكان خابق، مرة كان بيع وكان شيء، المهم كان ضب على مصايف، وديما كنمشي عند الوالد كل سيمانة. بقيت معاه حتى ولات شوية النفسية ديالو. كنت كل سيمانة كنمشي عند الوالد، ومن بعد كنمشي نزور الوالدة. عمي اللي كان في الدوزيام كان خدام في واحد المحل، وعمي حتى هو بدا كيكبر ومبقاش قادر يقابلو بوحدو، داكشي علاش عيط عليا وليت كنخدم انا وياه. من بعد ما زاد مرض بزاف قال لي شوف انت غادي تكلف بكل شيء، والرباح غادي نقسمو انا وياك، كيما كاينش مشكل. ولا عمي مرة كيجي غير يطلع عليا وكيمشي، ولا كتجي مرات عمي تاخد الفلوس وتمشي. دازت الوقت بزاف والوالد كمل المدة ديالو. نهار غادي يخرج لقاني كنتسنى فيه بالطوموبيل، ديتو معايا الباطمة اللي شريت وبدينا حياة جديدة من الأول. الوالد واخا كان كبير كان باقي شاد الحافة مزيان. دويت مع عمي وقلت ليها الخدمة ديالك راه بدات كتموت، قلتي علاش ما نشدوش المحل ونديرو فيه النجارة، الوالد هو اللي غادي يكون شاف. وراك عارف الوالد تبارك الله عنده سمعة زوينة بزاف وخدمته زوينة. عمي قال لي ما كاينش مشكل، اللي بغيتو ديروه ديروه. خدينا شوية ديال الفلوس وبدينا كنشيو في الماكن. الوالد بدا كيدبر على النجارة بواحد بواحد، وبدينا الخدمة من الأول. كان صعيب في الأول باش نلقاو شي كليان حيت تحولنا وقليل الناس اللي باقين عاقلين على الوالد. من بعد اقترحت على الوالد علاش منصوبو الصالونات ونحطوهم نبيعوهم كاملين. داكشي اللي كان صوب الوالد صالون حطيته كامل، وليت كنصور وكنلوح في الانترنيت وبداو الطلبات كيجيو من عند الناس. حدي حطيت واحد الفيديو ديال الوالد خدام في واحد البلاكا، شافوه بزاف ديال الناس خصوصا اللي ديجا خدم ليهم، وبداو كيجيو بشوية بشوية وشي بدا كيجيب شي، حتى الخدمة تبارك الله كثرت علينا. واحد السيد كان كيعرف الوالد كان دار واحد الإقامات، وبغى البيبان ديال داك الإقامات كاملين لا بلاكارات ديال الحيط، بغى داكشي كامل ديال العود الوالد يخدمو ليه. من بعد ما كنا مخدمين معنا 4 ديال الناس ولينا مخدمين معنا 30 واحد. شوية بشوية كاينة محل كبر من هذاك. من بعد ولات عندنا شركة. نهار افتتاح ديال الشركة عمي مسكين ما فرحش معنا، توفى في داك النهار. أجلنا الافتتاح حتى دازت تقريبا شي شهر. بقات الخدمة غادا ولكن افتتاح ما درناش.
من بعد جات مات عمي هي اللي شدات البلاصة ديالو. أما عمي اللي كان ساكن في طاور زيام الوليد حقد عليه ديال بصح وما بغاش يهضر معاه. حتى لهنا الخوت كتكون سالات قصة ديال اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم بزاف وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. نتلاقاو في قصة أخرى الخوت. تهلاو.